يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا باذن الرحمن، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي كالعاده لن تخلو من كل الاخبار والمستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي. والنهارده طبعا الى جانب النادي الاهلي عندنا كلام كتير هنحتاج نتكلم مع حضراتكم بيه، يعني فيه يخص المنتخب. فصباح الفل عليكم. صباح الفل عليك يا نهار. صباح الخير كريم والسعاده والتفاؤل ان شاء الله، وكان نفسنا ان احنا كمان نكمل على كده كل اخبارنا، لكن هنبدا واسمحوا لنا احنا ننوه في بداية الحلقة النهاردة عن إعلان مصر طبعا الحداية 3 أيام تضامنا مع الأشقاء بالمغرب وبليبيا، طبعا ضحايا الكوارث الطبيعية اللي حصلت، وخالص عزائنا أكيد لأسر الضحايا والدعاء للمصابين أكيد برضو بالشفاء. هنرجع نقول تاني أحداث طبعا كان غير مرغوب فيها تماما، لكن نتمنى أن هي تكون الأخيرة وربنا يصبر جميع أهالي هناك، يعني جميل. المتوفين، لأن الأعداد في تزايد مستمر طبعا. كل شوية بيبقى في تزايد في أعداد الضحايا والمختفين تحديدا كمان من إعصار ليبيا، يعني الوضع غير مستقر تماما. فنتمنى إن شاء الله يعني الوضع يتحسن قريبا، لأن إحنا عارف إحنا مش أصحاب الأزمة، لكن أكيد بتشعر باللي بيحصل طبعا. وناس كتيرة جدا طبعا متابعة هذا الملف، وناس كتيرة حزينة وناس كتيرة ليها أهالي كمان في المغرب وليها أهالي طبعا. في ليبيا وأصدقاء وغيره، فربنا يعديها على خير ان شاء الله. الحقيقه اليومين اللي فاتوا كميه الفيديوهات اللي بنشوف من خلالها حجم الكارثه اللي حصلت في الدولتين، في المملكه المغربيه وفي ليبيا، ولو هنقف عند ليبيا بصفه خاصه كمان يمكن عدد المفقودين بيقدر حتى هذه اللحظه انه فوق ال 6000 بني ادم، غير الوفيات غير المصابين، يعني يعني في احياء كامله انجرفت في البحر واختفت تماما. الفيديوهات مرعبه يا نهاوند. بتشوفي عربيات، انا شفت عربيه انا مش عارف ازاي يعني، بس هي في الدور الثاني العلوي في بلكونه عماره، والعماره اصلا متصدعه قايله للسقوط في اي لحظه، فواضح ان فعلا لا الموضوع طبعا مش طبيعي. فربنا يلطف بيهم يا رب. امين يا رب. طيب احنا النهارده في ساعتنا الثانيه كالعاده هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هنتكلم من خلالها عن اخر استعدادات فرق الالعاب الاخرى. احنا زي ما بنهتم بكره القدم بنهتم جدا كمان بالالعاب الاخرى، ودي الفقره اللي هينورنا فيها الناقد الرياضي احمد رشاد. الفقره الثانيه هيكون فيها حديث مطول عن طبعا الساحه الكروية بشكل عام مع الناقد الرياضي سامح سمير اللي هينورنا. طبعا البداية هتكون بكلامنا مع حضراتكم عن بعثة النادي الأهلي اللي توجهت بالأمس إلى المملكة العربية السعودية طبعا استعدادا لمباراة يوم الجمعة اللي جاية أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي. طبعا كلنا تابعنا يعني انتظام جميع اللاعبين الدوليين مع البعثة بعد إعفائهم من المواجهات الودية لمنتخباتهم باستثناء 2، علي معلول مع تونس وبيرسي تاو مع جنوب إفريقيا. كابتن خالد بيبو وضح ان الثنائي هيتواجدوا في المعسكر في المملكه العربيه السعوديه بمجرد ما ينتهوا كل واحد فيهم على حده من مباراته مع منتخب بلده. طبعا ماتش السوبر ماتش مهم جدا ولينا حديث طويل عنه في الفقره الحواريه الثانيه. طبعا دي هي ضربه البدايه للموسم الجديد. بص يعني خلينا نتكلم ونبدا في الاستعدادات او بالاستعدادات. امبارح كمان كان كولر حريص انه يجتمع مع جهازه والمعاون طبعا واللاعبين، وبحضور طبعا زي ما كريم كان بيقول كابتن خالد بيبو، عشان يتكلموا عن التحديات الفتره اللي جايه واللي هي مش هتكون بسيطه بالمناسبه، والموسم الجديد كمان اللي هيبدا فيه يعني ماتش السوبر الافريقي ان شاء الله يوم الجمعه، وبعد كده انطلاق بقى الدوري ومباراه السوبر اللي هتكون يوم 18 سبتمبر تحديدا، غير الاستعدادات الخاصه بالبطوله يعني المستحدثه طبعا بدوري السوبر الافريقي. يعني عندك لسه شوط كبير جدا يا كريم، ومحتاج تركيز ومحتاج حاجات كتيره جدا من مارسيل كولر تحديدا. و الراجل بصراحة مش مقصر، يعني لما تيجي كده حتى تتابع تلاقي لا، كولر من المديرين الفنيين اللي أثبتوا، مش احنا اللي خدنا الفكرة عنهم، اللي أثبتوا ان هو فعلا بيعمل دراسة وبيذاكر كويس قوي وبيعد بشكل كبير جدا، وده بيبقى واضح على أداء اللعيبة بعد كده وطرق اللعب حتى اللي بيستخدمها. كولر كمان شرح واتكلم مع الجميع عن أهمية المرحلة والتحديات اللي جاية، طموحات الجماهير كمان اللي هي حطاها رقم واحد واللي لازم تترجم على أرض الواقع بحظ طبعا للبطولات زي ما حصل وقلنا الموسم اللي فات. يعني هنرجع نقول تاني بلغه الارقام، أيوة. كولر خاض مع الاهلي 60 مباراه، وفي ده بنتكلم في 44 لقاء، تعادل في 11 وخسر في 5، فلما تيجي كده تحسبها في المجمل لا دي ارقام محترمه جدا، فبالتوفيق ان شاء الله للي جاي. طب ده الجزء اللي هنقول عليه ايه، سعيد ومبهج في الحدث. تعالوا بقى نقف شويه عند الحدث اللي ما كانش سعيد قوي بالنسبه لكثير من محبي كره القدم المصريه ومشجعي المنتخب المصري. امبارح منتخب مصر كان عنده مواجهه وديه مع تونس، اتخطفنا في اول 10 دقائق بهدفين من الفريق المنافس، لكن ابتدينا بعد كده ان احنا نظبط شكلنا الى حد ما وادائنا في الملعب
اهدرنا كذا فرصه. نجح عمر كمال في تقليص الفارق بتسجيل هدف من تسديده صاروخيه في الدقيقه 35، وقبل نهايه الشوط الثاني والمباراه سجل منتخب تونس الهدف الثالث. في المجمل نقدر نقول ان الاداء كان باهت نسبيا مع منتخب قوي، وده المفروض ان دي من ضمن يعني اهداف الوديات، انها تديك فرصه لتصحيح الاخطاء. وطبعا هنرجع ونقول بالورقه والقلم، دي اول مباراه يخسرها منتخب مصر مع فيتوريا منذ توليه مهمه تدريب الفراعنه في يوليو الماضي. هو ادار 9 مباريات بواقع 4 لقاءات رسميه و5 ودية، انتهت 8 منها بفوز الفراعنه وخساره وحيده فقط في مباراه الامس. سجل المنتخب المصري تحت قيادته 21 هدف وتلقت شباكه 5 اهداف، وزي ما قلنا قبل كده احنا هدفنا وطموحنا ان احنا نرجع مرة تانية نشوف منتخب مصر في مكانته الطبيعية، وبيتوج ببطولة أمم إفريقيا وبيتأهل للمونديال، وكلنا علينا تقديم الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين لمواصلة التحديات القادمة. بص يا كريم، بقى في كلام بصراحة لازم نقوله شوية في المباراة بالأمس. طبعا هي مباراة ودية، ولكن برضو ده لا يمنع ان انت تفرح جماهيرك، يعني ما فيهاش حاجة ان انت برضو تلعب لعب يخلينا حتى ننال او انت تنال الثقة في اللي جاي. قصة ان تونس تفوز 3 برضو ده امر عليه علامة استفهام بصراحة. قصة ان امبارح كمان انت مش مثلا الاداء بتاعك كان جيد يا كريم وبعدين النتيجة كانت غير مرضية، لا الاداء بتاعك كان سيء بصراحة. يعني مش هو ده الاداء ابدا اللي احنا بنتكلم ان هو كمل معانا في البطولة. هنرجع نقول تاني مباراة ودية، لكن برضو المباراة الودية ما هي بتبقى جاهزية كبيرة، ما هي بتبقى رؤية برضو واضحة. فالوضع امبارح كان سيء. انت بتتكلم طبعا احنا احرزنا جون رائع جدا، وعمر كمال كان من افضل تقريبا، هو مان اوف ذا ماتش خلينا نقول بهذا الشكل. لكن وهتقول برضو النتيجه لحد دلوقتي انت بتتكلم 8 مباريات، العلامه الكامله، كلين شيت، يعني قول اللي انت عايزه، ولكن لا انت في نفس الوقت برضو ما بتلعبش لعب اللي يطمن. انا من الناس اللي لما بتفرج مش حاسه ان احنا هو ده الاداء، لان خلي بالك هو دي اول مباراه تعتبر بجد، يعني دي اول مباراه واول اختبار شويه شبه حقيقي للمنتخب. فانت عندك مشاكل كتيره جدا، يعني انا مش عايز اقعد اتكلم في فنيات، بس انت لا انت عندك ماساه بصراحه، وكان عندك برضو اسباب لذلك. يعني انت اللي جيت فكرت فيها كريم، انت عندك اصابات وعندك غيابات، عندك 4 من الاهلي تحديدا مش موجودين، و4 اساسيين منهم طبعا محمد الشناوي. ففي غيابات، في اصابات، في عدم جاهزيه برضو. ده او دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها شويه، لان انت الدوري بتاعك برضو لسه ما ابتداش، لسه اللعيبه ما سخنتش، لسه اللعيبه ما جهزتش، فانت على طول بيروحوا بيلعبوا. انا شايفه كان في عدم جاهزيه تماما من اللعيبه بتاعت المنتخب بتاعنا بصراحه. فلا في كذا عامل بيؤدي في الاخر للنتيجه اللي هي كانت برضو مش هقول متوقعه، بس لا طبعا ما كانتش متوقعه بهذا الشكل، بس اللي كانت يعني هي منطقيه مع الاداء بتاعنا للاسف، للامانه يعني. للاسف. ففي كلام كتير على كل حال هنتناقش فيه في الفقره الاخيره، لكن الفتره اللي جايه يعني خليني اقولها بمنتهى الصراحه، احنا محتاجين شغل كتير طبعا، وشغل كتير من الجهاز الفني بقياده روي فيتوريا، ولازم يحط ايده على القوام الاساسي وبشكل كبير جدا من خلال طبعا متابعه. هنا بنتكلم مباريات الدوري كلها اللي هتبدا خلاص الشهر الجاري، وهيبقى لازم في تنسيق كمان يعني شكل مستمر مع الانديه اللي احنا عندنا كمان يعني ارتبطت دوليا، وابرزها طبعا النادي الاهلي. وانا هتكلم عن نفسي، انت عندك اجنده مزدحمه بشكل كبير جدا وبشكل غير طبيعي، ويعني هنرجع نقول ده حال كل موسم، لكن كل التوفيق للمنتخب طبعا في اللي جاي. لكن المنتخب لازم يبقى عارف، وهم عارفين طبعا اللي جاي مش سهل، اللي جاي مش سهل ابدا. فنتمنى يكون في اداء افضل من ذلك بكتير عشان يترجم به نتيجه على ارض الملعب. لكن حتى هذه اللحظه لا، اللعب مش افضل شيء تماما، ويقلق بصراحه ليه مشوارك القادم. انت بتقولي ان الاداء غير مطمئن، ده مش بس غير مطمئن، ده حتى غير مرضي، يعني ما فيهوش الحد الادنى مما يرضي جماهير يعني كره القدم المصريه اللي قاعده متعطشه ونفسها بقالها فتره طويله تشوف منتخب بلدها في المكانه الطبيعيه اللي هو طول عمره فيها. فيعني عجيب قوي اللي بيحصل ده حضرتك، وعجيب ان احنا بقالنا كتير بنتكلم لا وبعدين انت ما بتشوفش حاجه جديده، يعني ماتش ودي ما توريني بقى المهارات، ما توريني، انت ما عندكش كان خط دفاع اصلا. بعض الدوليين ما حسيتش بيهم امبارح، مع احترامي الشديد لمحمد صلاح، بس محمد صلاح امبارح ما كانش موجود ناس تقريبا. ناس كتير وقفت عند محمد يعني صلاح الوحيد مبارح. الدولي اللي انا حسيت بيه، او خليني اقول حاجه، انا اللاعب الوحيد اللي انا حسيت بيه عمر مرموش مثلا. فهي دي النقطه. فيعني لا في كلام، انا ما حسيتش برده مصطفى محمد مثلا، يعني في لعيبه دوليين المفروض كان يبقى فيها ده افضل من كده شويه، وانت منتظر منهم كجماهير افضل من كده، لكن ده لم يترجم بصراحه. ورجعنا نشوف تاني بوستات كتير على وسائل التواصل الاجتماعي
محتواها وإن اختلفت الصيغ أو المفردات المستخدمة، لكن محتواها رجع تاني بينا لفترة كانت في تعليقات بتتقال على محمد صلاح معظمها ماشي في سكة هو خايف على نفسه من الاصابه ولا ايه، هو مش عايز يلتحم ليه، هو مش بيعمل ربما عشان هي مباراه وديه. بص ممكن تترجم او يترجم الاداء ده بكذا شكل، لكن في الاول وفي الاخر احنا حابين نشوف المنتخب بتاعنا في احلى صوره، وحابين نشوف الدوليين بتوعنا في احسن اداء، لان خلي بالك برضو اكيد طبعا كل واحد ليه التزاماته في الانديه المختلفه وبيكونوا اكثر من رائعين معاها، فنتمنى بس ولو حتى نص المستوى ده يترجم على الارض في يعني ماتشات المنتخب كلنا هنبقى سعداء بده. على كل حال صعب ان احنا برضو نحكم من دلوقتي، لكن نتمنى ونأمل ان اللي جاي يكون افضل بكتير. مباراة ودية وعدت، لكن طبعا خسارة كبيرة جدا. نتمنى الفترة اللي جاي يكون افضل، لان ما عندناش رفاهية فعلا ان احنا يعني يحصل فينا ده تاني، او يبقى فيه بقى ماتشات اساسية ويحصل فينا سكور زي ده تاني ابدا بصراحة. يعني بعدين الاحتفال اللي كانوا عاملينه امبارح برضو بعد الفوز بطريقة محمد صلاح، عارف يعني ايه يعني ليه، عارف تحس كده عايز تقول طب ليه يعني، بس مش مشكلة. مباراة ودية وعدت، ان شاء الله اللي جاي يكون افضل نتمنى. يعني تعالوا نفتح بقى ملف جديد وموضوع جديد نتكلم مع حضراتكم فيه. منتخب مصر لرجال الكره الطايره عنده النهارده مواجهه قويه جدا امام نظيره الجزائري في نهائي بطوله افريقيا اللي بتستضيفها مصر في استاد القاهره. الحقيقه المنتخبين كل واحد فيهم على حده قدم اداء قوي جدا في مواجهات البطوله، واستحقوا هما الاثنين ان هما يتاهلوا للنهائي. منتخب مصر فاز في كل مبارياته سواء في المجموعات او دور ال 16 ثم ربع النهائي ثم نصف النهائي باستثناء مباراه واحده فقط في دور المجموعات وكانت امام الجزائر. يعني ماتش النهارده هيكون ماتش ناري بمعنى الكلمه. منتخب مصر تاهل الى النهائي بالفوز على الكاميرون بنتيجه 3-1، بينما تاهل منتخب الجزائر بالفوز على نظيره الليبي بنتيجه 3-2 في نصف النهائي. وكل اللي نقدر نقوله ان النهارده الساعه 7 ان شاء الله كل دعواتنا وكل دعمنا وكل قلوبنا مع المنتخب المصري، بنتمنى يعني التتويج بلقب البطوله اللي تم تنظيمها على اعلى مستوى الحقيقه، وكل الوفود اللي مشاركه اشادت بالتنظيم. ونرجع ونقول دي عادة مصر مش حاجة غريبة علينا، احنا بقالنا فترة طويلة بنتكلم كل يوم والتاني في حسن تنظيم مصر واستضافتها لفعاليات كبريات البطولات الرياضية المختلفة، فإن شاء الله يعني نكمل على نفس المستوى ونمشي في نفس الطريق بإذن الله. بص انا هكمل معاك مش هستنى بعيد، هكمل معاك على طول. احنا فعلا برضو بنستعد حاليا لاستضافه البطوله الافريقيه للرمايه، برضو يعني على ميادين الرمايه العالميه في مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده. والحقيقه برضو خلينا نتكلم يعني ان كثف الاتحاد المصري للرمايه برئاسه طبعا سياده اللواء حازم حسني، وكان ضيف معانا قبل كده اكتر من مره اجتماعاته عشان يقفوا على الاستعدادات بقى المتعلقه بالبطوله، ان هي تظهر في الاول وفي الاخر برضو بشكل او بافضل شكل ممكن، واللي هي هتقام تحت رعايه طبعا يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، هتبقى من يوم 1 لغايه يوم 10 اكتوبر المقبل. ودي هتكون بقى مؤهله، ودي اهميتها في هنا ان هي تكون مؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل ونفهم اكتر، ويعني نستعرض برضو كل الكواليس الخاصه بهذه البطوله. معانا على التليفون سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرمايه عشان نعرف مزيد من التفاصيل. سياده اللواء صباح الخير يا فندم. صباح النور وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. بطوله يعني من خلينا نقول من البطولات المهمة جدا واللي بتقام على أرض مصر، وإن شاء الله تكون بطولة يعني تليق كالعادة بالتنظيم داخل مصر وباسم مصر، ده رقم واحد. رقم اتنين أنا عايزة أستفسر من حضرتك بقى على الاستعدادات، استعدادات هنا تحديدا الاتحاد كمان للبطولة، وفكرة هنا الملاعب بتاعتنا هل أصبحت جاهزة تماما ولا لأ، ودي البطولة رقم كام كمان اللي خلينا نقول مصر بتستضيفها في الرماية سيادة اللواء لو حضرتك تطلعنا. اتفضل. احنا طبعا اول حاجه نقدر نقول انه البطوله ده شرف الاتحاد المصري ما ان تكون تحت رعايه سمو الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجزء الاخر والمهم انه البطوله دي هي البطوله المؤهله ويكون فيها 16 مقعد ان شاء الله يكون لنا حظ اوفر فيها. الحاجه الثالثه والمهمه انه الاجتماعات مستمره بين وزاره الشباب والرياضه بدايما ظهر حضرتك على الشاشه مع دكتور اشرف صبحي وطاقم الوزاره، وطبعا ده يعني شيء طبيعي احنا معتادين عليه انه مجلس الاداره يجتمع مع سياده الوزير بالتعاون برضه مع اللجنه الاولمبيه المصريه، ان احنا بنقدر نشوف مستجدات الامور ازاي نطور من ادائنا، ازاي نطور من استضافه البطوله. الحاجه المهمه ان البطوله ان شاء الله هتبدا يوم 1 اكتوبر تنتهي 10 اكتوبر. حفل الافتتاح ان شاء الله هيكون في مدينه مصر العاب الاولمبيه. مدينه مصر العاب الاولمبيه تعتبر هو احسن واكبر مكان على مستوى العالم
ويمكن ده شرف لمصر ان احنا نقدر نستضيف كثير من البطولات. وقيمة على مدينة مصر قبل الأولمبية حتى الآن 9 مسابقات دولية ما بين كأس عالم وبطولة عالم. عندنا البطولة الأفريقية دي البطولة رقم 16 ودي مصر بتستضيفها طبعا لأنه احنا لينا حسن التنظيم، عندنا البنية التحتية، عندنا الأجواء اللي تساعد الرماة على المشاركة في هذه البطولات. طبعا كل هذه العوامل بتكون داعم كبير جدا لاستضافه مصر مثل هذه الاحداث ومثل البطوله الافريقيه. رائع جدا. طيب خلينا نتكلم برضو يعني عن الاستعدادات الخاصه بقى لاستقبال الدول المشاركه، كم دوله هتكون بتشارك، يعني برضو اللي هي التفاصيل الخاصه باللوجيستكس يا فندم، اتفضل. احنا عندنا حتى الان وصلنا ل 13 دوله في حدود 250 رامي ورماية واداري. ان شاء الله الدول دي حتزيد، ولكن نقدر نقول انه الاستعدادات قائمه. مجلس الاداره اجتمع، حددنا اللجان، كل رئيس لجنه الان بيطور من ادائه من خلال الخبرات السابقه. بنشوف احنا ازاي نقدر نساعد هذه الدول على الدخول والخروج في مصر وحسن الاقامه. عندنا وزارات طبعا بتنال الدعم، احنا بنال منها دعم كبير من وزاره الدفاع ووزاره الداخليه ووزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه. يمكن نقدر نقول ان دي منظومه عمل متكامله بتكون ليها الدافع والقوه الكبيره في حسن الاستضافه ودخول الاسلحه والمعدات، وده في حد ذاته نجاح لينا كدوله مصريه. رئيس الاتحاد الدولي ان شاء الله هيجي يحضر هذه البطوله مع بعض رؤساء الاتحادات، هيكون على هامش هذه البطوله اجتماع مجلس اداره الاتحاد الافريقي، وده طبعا شرف لنا ان احنا نقدر نستضيف مثل هذه الاحداث الرياضيه كاجتماع والبطوله الافريقيه في اخر مستجدات الاستعداد لهذه البطوله. طيب انا عندي سؤال، والسؤال ده هيبقى فيه جزء وعد. خليني اسال حضرتك سياده اللواء، يعني هل نقدر ناخد منك وعد، نقدر ناخد منك توقع ان شاء الله ان الفريق عندنا وابطالنا يقدروا ان هم يمثلونا في الاولمبياد القادمه 2024 ويحصدوا يعني ميداليات او اكثر من ميداليه؟ طبعا احنا المشاركه ان شاء الله بعد ما نتاهل في البطوله ان شاء الله هنطلع على اولمبياد باريس. نقدر نقول احنا عندنا مؤشرات، المؤشرات بتقول ان احنا عندنا رامي عزم هو الان مصنف رقم 1 على العالم، حصل على الميداليه البرونزيه في بطوله العالم في اذربيجان الشهر الماضي. عندنا الرامي عبد العزيز يعتبر مصنف من 12 على العالم وترتيبه رقم 9 على العالم. احنا المؤشرات دي بتقول احنا مكاننا فين وسط الرماة. التوقعات طبعا احنا بنتمنى ان هو يحقق ميداليه احدى الراميين او الرماة الاخرين، ولكن المؤشرات بتقول ان شاء الله ان احنا ربنا يوفقنا نحصل على ميداليه اولمبيه في هذه الدوره ان شاء الله. تمام سياده اللواء، انا بشكرك جدا سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرمايه، شكرا ليك على هذه المداخله، وبالتوفيق طبعا يعني لكل الابطال بتوعنا في هذه الرياضه. الرمايه المصريه عامله تقدم متطور في السنوات الاخيره الماضيه اكثر من يعني بشكل اكثر من رائع، فيعني دي من الرياضات اللي ان شاء الله نعول عليها ان هي في اولمبياد باريس تقدر ان هي تحصد يعني عدد من الميداليات، لان انت عندك كده كام رياضه عارف كريم زي ما بيتقال كده مالي ايدك منهم او يعني انت متفوق فيهم الى حد كبير، فبالتوفيق ان شاء الله. كويس ان الموضوع ما وقفش بس عند الاسكواش، الحمد لله بقينا نسمع ان في نجاحات مصريه على يعني صعيد رياضات مختلفه، ونرجع ونقول احنا بنتمنى ان نفس نوعيه النجاح اللي متحقق في ملف الاسكواش المصري يتحقق بحذافيره في كل الرياضات الثانيه، يعني في عندنا للاسف الشديد لما بنتكلم كتير مع ابطالنا ونجوم رياضات مختلفه بنلاقي ان عندهم في كتير من الاحيان مشاكل بيتكلموا عليها يعني على استحياء شديد. لاعتبارات كتيرة طبعا لازم تتخذ في الحسبان، بس احنا في الاخر اللي يهمنا ان راية بلدنا يعني تترفع عالية في السماء كالعادة، ونشوف نجاحات مصرية في كل الرياضات مش في رياضة او اتنين بالكتير. فتعالوا بقى كمان نتكلم عن يعني موضوع مختلف، احتلت البعثة المصرية المركز الثاني في الترتيب العام في منافسات البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب القوة اللي اقيمت مؤخرا في عمان، بعد ان حققت 20 ميدالية متنوعة. حققت مصر 20 ميدالية مقسمة الى 10 ذهبيات 6 فضة بالإضافة إلى 4 ميداليات برونزية في مختلف المنافسات من رمي المطرقة ودفع الجلة وكمان القفز بالزانة، وبرضو بنتمنى لهم المزيد من النجاحات إن شاء الله.
طيب انا هتكلم شويه بقى عن خبر خاص يعني بالرياضه وبالاحوال الجويه اللي العالم كله دلوقتي بيشهدها. يعني خلينا نقول فعلا معظم البلاد الفتره دي بتواجه سوء في الاحوال الجويه، وده اللي حصل وكان ليه انعكاسات كمان على الرياضه امبارح تحديدا في اليونان. وبناء عن السوء ده او سوء الاحوال الجويه، قررت اللجنه المنظمه هنا لدوره العاب البحر المتوسط الشاطئيه الغاء منافسات التجديف البطوله، ده بسبب سوء الاحوال الجويه. وده بيجي يعني تأجيل المنافسات ده لدور الثمانية بسبب زي ما كنت بقول لحضراتكم الطقس واستمرار ارتفاع الأمواج المنافسة، يعني الأمواج في المنافسات، عفوا الأمواج هناك. فيعني للأسف الشديد تاني هنرجع نقول سوء الأحوال الجوية بيؤثر بشكل كبير جدا، ولكن برضو في كل دولة مش بس عندنا، فده مشكلة كبيرة يا كريم. ونتمنى إن شاء الله إن ده يعني أصل بص حسب التوقعات اللي أنا بشوفها، حسب الحاجات اللي أنا بقراها، ناس كتير هتقول لك إن هذا الشتاء، يعني هذا الشتاء هيكون فيه عدم استقرار تماما. فأنت ربما زي ما أنت شفت ارتفاع شديد في درجات الحرارة هذا الصيف في العالم كله غير مسبوق، ربما كمان هذا الشتاء هيكون يعني ليه انعكاسات، وده بالتالي هيأثر على الرياضة في العالم كله، الرياضة العالمية. فيعني حقيقي ربنا يستر الفترة اللي جاية. ده الموضوع أبعد، ده الموضوع كبير قوي. الموضوع طبعا يا ريت واقف عند بس يعني بند الرياضة، احنا بنتكلم على خسائر في الأرواح متوقعة خلال السنوات القليلة القادمة نتيجة الاحتباس الحراري وتغير المناخ ونتيجة تراخي العالم كله بالزبط. في هذا الملف الحقيقة احنا شفنا قبل كده كان في أكتر من مؤتمر معني بالمناخ وتغير المناخ، وفي توصيات مع نهاية كل مؤتمر من دول لا بتتنفذ منها حاجة ولا بتتعمل منها حاجة، لدرجة ان احنا ساعات في بعض الأحيان بنشوف إنجاز التعبير بجاحة دولية من بعض الدول اللي هي كانت في طليعة الدول اللي تسببت في اللي احنا شايفينه دلوقتي وحاضرينه دلوقتي فيما يتعلق بمسألة تغير المناخ، طبقا لاستخدامهم لأنواع معينة من الوقود، أحفوري ما غير أحفوري. المهم في دول كانت قالت في وقت من الأوقات ان هي خلاص هتمتنع عن استخدام الفحم مثلا، ورجعت نفس الدول بعد فترة وش كده بتقول لك لا احنا هنرجع نستخدمه تاني، وكأنها لا تكترث للي بيحصل في العالم. المتوقع ان احنا لو فضلنا ماشيين بنفس الطريقة من غير ما يكون في مواجهة حقيقية ومحاولة حقيقية لإيقاف هذا التدهور المتواصل في ملف المناخ، الموضوع هيبقى ابعد بكتير من الرياضه ده. ربنا يسترها على الكوكب كله، والله بكلمك بامانه ربنا يسترها على الكوكب فعلا. خلينا نتابع بقى درجات الحراره يلا ونرجع نكمل. اتفضل. خلونا نعرف كمان المزيد من التفاصيل حول حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه خلال الايام القليله القادمه ان شاء الله، واحنا معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الفل على حضرتك يا دكتوره منار، واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. عليه العوض ومنه العوض، نقدر نقول عليه العوض. كان قلبي وكني عايز اعرف الويك اند اللي جاي عامل ازاي، لان في كلام متضارب اليومين اللي فاتوا في ناس ولا معانا دكتوره منار رجعت تاني. لا هنحاول نجيبها مره ثانيه. طيب كلام في كلام كان ماشي في سكه ان المفروض بقى ابتداء من بكره تحديدا درجات الحراره هتنخفض بشكل ملحوظ، وكلام ثاني ما كله بقى كلام انت عارفه وسائل التواصل الاجتماعي الله اعلم يعني مدى صحته ايه، وكلام ثاني بيقول العكس. فاحنا عشان كده يهمنا تكون معانا دكتوره منار، يا ترى الزملاء عرفوا يوصلوا لها ولا ايه الاخبار؟ لا خلينا حتى ننتظر شويه عشان دكتور منار تكون معانا، لان مهم جدا ان احنا نطمن كمان على الايام القادمه. وفي العموم يا كريم، لان برضو زي ما كنا بنتكلم في الخبر الاخير سوء الاحوال الجويه بتطال العالم كله مش بس داخليا طبعا. فده بيبقى ايه انعكاساته سواء على الحياه الطبيعيه الحياه العامه وكمان على الرياضه، زي ما كنا سمعنا برضو في مش بس دي البطوله الاولى اللي هي بتلغى في اليونان، لكن في بطولات كتيره جدا بيتم التاثير عليها، وكمان السنه اللي فاتت اتكلمنا اكتر من مره على ده، رجعت لنا مره ثانيه بتهيألي. يا دكتوره منار صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذ انا عملت وكل الساده. صباح الهنا. احنا عايزين نطمن من حضرتك يا ترى ابتداء من بكره ان شاء الله على الاقل الثلاث اربع ايام اللي جايين درجات الحراره هتبقى واصله لكام؟ حاله الجو والطقس عموما هتبقى عامله ازاي؟ كان في كلام على ان ممكن يعني برضو يبقى في يعني شويه بواقي كده لاعصار دانيال اللي ضرب طبعا ليبيا واللي وصلت ارهاصاته لمرسى مطروح واسكندريه والساحل الشمالي على خفيف طبعا بالمقارنه باخواتنا في ليبيا، لكن يعني هل من المتوقع ان يبقى في اي ظاهره جويه لافته للانتباه الفتره الجايه؟ هو طبعا يعني الحمد لله يمكن النهارده هيكون اخر يوم في بعض التقلبات الجويه اللي شفناها من الاثنين الماضي بسبب بقايا العاصفه دانيال، لان مجرد العاصفه دانيال او منخفض الجو المتعمق ودخل الاراضي المصريه اتحول لمنخفض جوي عادي بيأثر علينا دايما في حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. وبالفعل من يوم الاثنين بدات التقلبات الجويه على محافظه مطروح مع حركه المنخفض الجوي
بالامس شفنا التقلبات الجويه في محافظات شمال البلاد، يعني كان في اتربه والمنصوره امطار متفاوته الشده وانخفاض في الحراره، لكن دون تاثير على اي اعمال انشطه يوميه او اضرار في اي مكان الحمد لله. ويمكن اليوم مكملين في تاثير المنخفض الجوي على المناطق الشرقيه، لسه معانا فرص الامطار ما بين خفيفه متوسطه على سواحلنا الشماليه الشرقيه، بعض المناطق من سيناء، بعض المناطق كمان من خليج السويس ومحافظات القناه، لكن كلها امطار ما بين خفيفه خفيفه متوسطه، مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. الحمد لله في المنطقه الغربيه بدات تستقر بشكل كبير، ومع غمم الخليج ان شاء الله تبدا الحاله الجويه تستقر تماما في معظم محافظات الجمهوريه، هتتلاشى فرص الامطار من على اي منطقه من مناطق الجمهوريه، درجات الحراره كمان هتبقى حول المعدلات الطبيعيه، يمكن احنا متوسط عظمى على القاهره الكبرى متوقع خلال غدا الخميس يعني حتى بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله ما بين 33 الى 34 درجه مئويه. وحضرتك بتقولي يعني درجات الحراره هتبقى في المعدلات الطبيعيه، انا ابتسمت ليه؟ لان انهي طبيعيه فيهم؟ الطبيعيه بتاعت زمان المعتاده ولا الطبيعيه اللي استجدت في حياتنا في الفتره الاخيره؟ لان احنا دلوقتي خلاص احنا داخلين على نص سبتمبر، وما اعتقدش ان في نص سبتمبر زمان كانت درجات الحراره على ما هي عليه دلوقتي. صحيح. يعني احنا بدأنا ممكن في الخمس او العشر سنين الماضيين نعتاد على قيم درجات الحرارة دي، يعني بدأت قيم درجات الحرارة تعتبر دي المعدلات اللي احنا كل شهر او كل شهر تسعة سنين المختلفة بدأنا نشوفها، عظمى ما بين 33 32، يعني تبدأ فترة اول تسعة 33 مع نهاية تسعة تكون 32، واحنا في مرور شهر تسعة كله بتبقى حول ال 33. بعض الايام طبعا بيكون فيها ارتفاعات ملحوظه زي اللي احنا شفناها الموجه، يعني كانت قبل ايام بتضرب جمهوريه مصر العربيه كانت ارتفاع في الحراره اعلى في المعدلات بحوالي 6 ل 7 درجات. هو التغير المناخي كريم بيأثر بلا شك، يمكن ده اللي شفناه في العاصفه دانيال اللي ضربت السواحل الليبيه، الاحترار اللي موجود على البحر المتوسط كمان بتأثر طبعا على متوسط درجات الحراره العالميه في كل دول العالم ومن ضمنها طبعا جمهوريه مصر العربيه، لكن احنا بنقول درجات الحراره رجعت في المعدلات اللي احنا بقالنا كذا سنه بنتعود عليها اللي هي 33، لكن في ارتفاع في نسب الرطوبه لان الكتل الهوائيه معظمها كمان قادمه من على البحر المتوسط معاها ارتفاع في نسب الرطوبه، فحتى رغم ان درجات الحراره بالامس سجلنا 32 درجه مئويه لكن احنا حاسينها ان هي اعلى من 32. صحيح. كانت اعلى بسبب نسب الرطوبه العالي جدا فتره النهار وايضا فترات الليل، في بعض الايام فترات الليل هنلاقي نشاط للرياح هيقلل بعض احساسنا بنسب الرطوبه، وده اللي هيخلي نسمات الهواء اللطيفه نبدا نحس بيها بشكل كبير فترات الليل. طيب نهاوند يا دكتوره منار، نهاوند من شويه كانت بتقول حاجه برضو عايزين نتاكد من حضرتك من مدى صحتها، كنت بتقول يعني برضو عشان قبل ما ننهي مع حضرتك كنا بنتناقش انا وكريم لان احنا قرينا برضو وتابعنا الفتره اللي فاتت دكتور منار، كان في بعض الصحف اللي كتبت او تحدثت ان ما حدث في ليبيا ربما سيؤثر تحديدا على محافظه الاسكندريه، هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ خلينا برضو نطمن من حضرتك. هو الحدث في ليبيا خلاص الحمد لله انتهى من ليبيا ومن جمهورية مصر العربية، فبالتالي مفيش أي تأثير من اللي حصل في ليبيا ممكن يأثر على أي محافظة ساحلية من محافظات جمهورية مصر العربية. وخلينا نأكد كمان إن الطبيعة الجغرافية في جمهورية ليبيا غير الطبيعة الجغرافية في جمهورية مصر العربية، لأن كان في مناطق جبلية في ليبيا ده أدى لتشكل بعض السيول اللي هي أدت فيه طبعا انهيار بعض السدود، والسدود دي طبعا أدت انهيار في بعض المدن زي يعني تقريبا مدينة درنا انهارت داخل البحر. فالطبيعة خلينا بس نأكد إن الطبيعة الجغرافية مختلفة، وارد ان احنا نتاثر بامطار غزيره خاصه في ظل التغير المناخي وظاهره احنا شفنا اتربه كمان في الساحل الشمالي وفي الاسكندريه على الكورنيش، شفنا يعني جو كان شويه مختلف يمكن تحديدا بالامس، يعني بالامس بالفعل واول امس كمان كان في نشاط للرياح بتصير للرمال والاتربه، الصحراء الغربيه كان عليها سرعات رياح وصلت 50 و60 كيلو متر على الساعه ادت لاثاره الرمال والاتربه، والاتربه دي اتحركت للاسكندريه وكمان القاهره، يعني القاهره اتاثرت بالاتربه والرمال المثاره اول امس، وامس كمان كان في اتربه وادت لانخفاض الرؤيه الافقيه بشكل كبير، لكن الحمد لله احنا خلاص يمكن النهارده بدات الحاله الجويه تحسن بشكل كبير، الاتربه بدات على معظم المحافظات، بس ناكد ان هي تعتبر من حالات عدم الاستقرار تاثر علينا، احنا داخلين فصل الخريف، فصل الخريف معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه اللي هتتكرر فيه حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، واللي وارد يبقى فيه حاله من الحالات فيها عنف ظواهر جويه بسبب التغير المناخي الموجود.
يعني بنشكرك جدا على هذه التغطية الرائعة كالعادة منك دكتور منار. غانم بنشكرك جدا على هذه المداخلة. شكلها هتبقى شتوية بيعلم بيها ربنا. والله ما فيش مشكلة خالص يعني يصطر. رعد ماشي، مطر ماشي، سيول لو ماشي، لو في الإطار العادي المعتاد. بس بيبقى في الإطار العادي يعني مش هنزعل. ما في أفورة يعني في الحالة. نتمنى حقيقي. نروح فاصل مع حضراتكم ونرجع نكمل، لسه اخبارنا كتيره جدا معايا انا وكريم، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مره تانية، وخلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين وفرقه المختلفه. هتكون معانا زميلتنا العزيزه جدا سالا حامد موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور، صباح الهنا، بنصبح ليكي انا وكريم وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، طبعا بصبح عليكي وبصبح عليكي كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي طبعا في نهايه الاسبوع. وزي ما انت قلت يا نهوان، ده حاليا انا منتقله داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. يمكن خليني طبعا ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوغست ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. ويمكن خلاص يعني ايام معدوده الفريق يعني في الفتره دي في اطار استعداداته للمشاركه في اول بطوله في بدايه الموسم الجديد بالنسبه له. وان شاء الله هيشارك في بطوله انتركونتيننتال او كاس العالم للانديه لكره السله اللي هتقام ان شاء الله في سنغافوره. يمكن امبارح كان الفريق في راحه سلبيه من التدريبات، والنهارده ان شاء الله هيرجعوا يواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي. الاول الساعه 4 هتكون بعض التدريبات في صاله الجيم، وبعد كده الساعه 5 للساعه 7 هتكون التدريبات طبعا كره السله على صاله الشباب والرياضه في مدينة السادسة من أكتوبر. يمكن طبعا ده كله في اطار استعدادات الفريق للمشاركه زي ما قلت المشاركه في بطوله انتركونتيننتال اللي هتقام في سنغافوره. يمكن ان شاء الله بعثه فريق النادي الاهلي بالكامل جميع اللاعبين وكمان الجهاز الفني يعني هواند وكريم هيسافروا يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله، وهيسافروا يمكن قبل المشاركه في البطوله باربع ايام استعدادا للبطوله بشكل جيد. يمكن كمان النادي الاهلي هيشارك ان شاء الله في البطوله دي كبطل لبطوله البال او بطوله الدوري الافريقي السنه اللي فاتت او الموسم الماضي. يمكن كمان البطوله دي ان شاء الله يعني منقسمه لمجموعتين، المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. النادي الاهلي يقع في المجموعه الاولى مع فرقتين وهم اجنايت الامريكي وفرانكا البرازيلي. يمكن ان شاء الله يعني البطوله دي عباره عن اربع ايام بمشاركه ست فرق بخلاف النادي الاهلي هيكونوا خمس فرق. ويمكن نظام البطوله دي هتكون انه الفائز يعني في المباراتين اللي هيلعبهم مع مجموعته، طبعا المباراه الاولى والمباراه الثانيه. يمكن اول مباراه بالنسبه لفريق النادي الاهلي هتكون يوم 21 مع اجنايت الامريكي ويوم 22 مع فرانكا البرازيلي. لو النادي الاهلي فاز في المباراتين دول يلعب المباراه النهائيه وطبعا يعني ينافس على المركز الاول والمركز الثاني. لو فاز في مباراه واحده من المباراتين هيلعب يعني على المركز الثالث والميداليه البرونزيه والمركز الرابع. ولو طبعا يعني ما كانش في توفيق بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي وخسروا في المباراتين هيلعبوا على المركز الخامس والسادس في بطوله انتركونتيننتال او كاس العالم للانديه لكره السله اللي تقام ان شاء الله في سنغافوره. كمان خليني اقول لكم ان النادي الاهلي يعني في اطار استعداداته يعني قرر او دعم الفريق بثلاث تدعيمات وبثلاث صفقات منهم مايكل فاكوادي. يمكن شفنا مايكل فاكوادي يعني شارك مع فريق النادي الاهلي يمكن في العديد من البطولات منهم البطوله العربية سنتين اللي فاتوا. يمكن هيشارك للمرة الثالثة على التوالي مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وكمان هيشارك مع النادي الاهلي بعد بطوله كاس العالم الانديه هيشارك معانا في البطوله العربيه اللي هتقام ان شاء الله في قطر من يوم 1 ليوم 12 شهر 10 القادم او شهر اكتوبر القادم. كمان دعمنا بعمر عباده المحترف التونسي وبطل الام بي اي نوريس كول بطل الام بي اي هيكون كمان متواجد مع فريق النادي الاهلي وهيلعب يعني سواء البطولتين سواء بطوله كاس العالم الانديه او البطوله العربيه مع فريق النادي الاهلي. ده بالنسبه لفريق كره السله. خليني بقى اروح جميع الألعاب الأخرى وفريق كرة اليد طبعا رجال تحت قياده المدرب الاسباني ديفيد ديفيز. يمكن امبارح فريق النادي الاهلي كان عنده مباراه مع نادي سموحه في مدينه الاسكندريه. يمكن اول امبارح الفريق يعني اتجه للاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراه، وامبارح انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي بنتيجه 28-21 بفارق 7 نقاط. يمكن طبعا كانت مباراه صعبه بالنسبه لفريق النادي الاهلي امبارح. الاول يمكن اول شوط انتهى بالتعادل ما بين يعني الفرقتين، وبعد كده قدر النادي الاهلي في الشوط الثاني ان هو يرجع وينتصر في المباراة بفارق 7 نقاط. يمكن قرر مستر ديفيد ديفيز المدير الفني يمكن بعد ما الفريق رجع على طول للقاهرة
بدون راحه سلبيه. الفريق النهارده يعني هواندي وكريم هيواصل تدريباته بشكل طبيعي الساعه 4، لانه ان شاء الله يوم الجمعه القادمه هتكون في مباراه نادي الشمس مع نادي الاهلي، واللي هتقام على صاله نادي الاهلي في تمام الساعه 4 عصرا. كمان سيدات كره اليد كان امبارح عندهم مباراه على صاله النادي الاهلي مع نادي هليوبلس، وانتهت بفوز سيدات النادي الاهلي بنتيجه 48-14. يمكن كمان يعني كابتن محمد عادل زولا المدير الفني لفريق النادي الاهلي قرر برضو انه يعني لاعبات النادي الاهلي بدون راحه يواصلوا تدريبات النهارده بشكل طبيعي، والتدريب هيكون الساعه 6 في نفس الموعد يعني اللي دايما بتكون فيه مباريات النادي الاهلي، لانه ان شاء الله برضو يوم الجمعه هتكون في مباراه النادي الاهلي مع نادي مركز شباب الجزيره يوم الجمعه اللي جايه، وهتكون على نفس صاله النادي الاهلي، صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان خليني اقول لكم انه يعني بالنسبه لفرق كره اليد سواء سيدات او رجال، خلاص يعني هوندا كريم يعني يوم 22 هتكون اخر ميعاد لمبارياتهم سواء للرجال يعني في بطوله الدوري او السيدات في بطوله منطقه القاهره، يمكن دي اخر ميعاد للمباريات، وبعد كده الفريق يعني هيريح شويه وهيواصل تدريباته بشكل طبيعي بدون يعني اي مباراه رسميه في اي بطوله، عشان بعد كده يوم 26 يعني سواء فريق السيدات او فريق الرجال هيسافروا بالكامل يعني بعثه فريق النادي الاهلي تحت رئاسه الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي. يعني الفرقتين هيسافروا للمشاركه في بطوله افريقيا لابطال الانديه، طبعا نظرا للنادي الاهلي هو بطل الدوري سواء سيدات او رجال الموسم الماضي، فهنشارك في البطوله دي، واللي هتقام ان شاء الله يوم 28 لحد يوم 17 في الكونغو، وان شاء الله بعثه فريق النادي الاهلي هتسافر يوم 26 قبل البطوله بيومين. كمان يعني استكمالا لجميع اخبارنا سواء طايره رجال او طايره سيدات بيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي. النهارده سيدات يعني كره الطايره عندهم النهارده تدريبات بالليل، وكمان يمكن رجال كره الطايره حاليا عندهم تدريب داخل صاله الامير عبد الله الفيصل استعدادا لبدايه الموسم الجديد، ويمكن يعني نظرا لبطوله الدوري يعني تقريبا ان شاء الله هتبتدي في نصف شهر 11 القادم شهر نوفمبر، ده بالنسبه للعبه كره الطايره. كمان خليني اقول لكم انه بالنسبه لي يعني جميع اللجان وانشطه اللجان، لجنه المراه برئاسه الاستاذه انهار انديل يمكن تحت اشراف اللجنه العليا للجان وبالتعاون مع الاداره التنفيذيه اعلنت عن يعني ورشه عمل لتعليم الحرف اليدويه بانواعها، يمكن ده لكل اعضاء النادي الاهلي في جميع فروعه، واللي حابب طبعا ان هو يشارك في ورشه العمل دي ان هو يروح يقدم يعني اسمه ورقم العضويه في كل مكتب علاقات عامه في كل فرع النادي الاهلي عشان طبعا يشارك في ورشه العمل دي، ده طبعا كل عضوات النادي الاهلي. جديانا هواند كانت يعني كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه وطبعا الانشطه، واكيد بالتوفيق لفريقنا فريق كره القدم والمشاركه في بطوله السوبر الافريقي. طبعا الكلمه ليك يا هواند، تفضل. احنا بنشكرك طبعا، بس عايزه كمان استفسر منك قبل الختام عن الجو عندك، لان واضح من يعني دلوقتي الصوره اللي قدامنا ان الجو ما فيش شمس، الجو شويه فيه هواء، خلينا نعرف منك برضو عشان لو حد مثلا في البيت ونازل او حاجه، اتفضل. يمكن خليني اقول لك انا هواند بالنسبه لي طبعا الاجواء هنا يمكن طبعا في متقلبات شويه في الجو، يمكن شويه بيبقى يعني في شمس في حر في ارتفاع في درجات الحراره، شويه بيبقى في انخفاض شويه في درجات الحراره زي ما قلت، يمكن في شويه يعني هواء وفي رياح، وبرده ساعات ما بيبقاش في رياح وما فيش هواء خالص، بيبقى الجو يعني شويه بيبقى في ارتفاع في درجات الحراره، الجو بيبقى مكتوم، فيعني لا في متقلبات صراحه في الجو، فطبعا اللي حابب ينزل يعني كالعاده زي الايام اللي فاتت في شويه تقلبات في الجو، فالجو يعني كالعاده زي امبارح وزي اول امبارح. رائع جدا جدا، نشكرك زميلتنا المتالقه جدا سالة حامد، شكرا ليك على هذه التغطيه، وده طبيعي يمكن الجو يعني قبل كمان او بايام قليله اللي بتسبق فصل الخريف تحديدا بيكون في تقلبات في الجو في العموم، ولسه اعتقد فصل الخريف كمان لما يبدا يوم 22 تحديدا اللي هو يوم عيد ميلادك هيبقى في تقلبات اكتر يعني. ده احنا شكلنا هنتبستر الفتره الجايه، درجه حراره عاليه بعد كده انخفاض بعد كده ارتفاع، ما حدش فاهم حاجه يا حضرتك. صحيح. طيب هنرجع برضو نتكلم مع حضراتكم شوية عن الواقعة المؤسفة اللي حصلت في ليبيا وإعصار دانيال اللي تسبب في كتير جدا من الخسائر، ولا سيما الخسائر في الأرواح. بالمناسبة وده الشق اللي يخص الرياضة، يعني كشفت بعض التقارير الصحفية وأكدت كمان وفاة عدد من لاعبي الفرق المحلية الليبية جراء إعصار دانيال اللي ضرب مدينة درنا خلال الساعات القليلة الماضية، ده كمان وفقا لمصادر ليبية متعددة. طبعا أعداد الضحايا اللي تم حصرها حتى الآن تخطى 5000 شخص بالإضافة إلى 8000 مفقود.
يا رب بنتمنى السلامه لاهالينا في ليبيا. ارقام طبعا صعبه جدا وفي ازدياد زي ما كنت بقول لحضراتكم، يعني يمكن مش هقول يوم عن يوم، ممكن تكون ساعه عن ساعه كمان في المغرب. يعني بعد الكارثه بتاعه الزلزال تحديدا اعلن الاتحاد المغربي كمان لكره القدم تخصيص ايرادات مباراه المغرب وبوركينا فاسو الوديه اللي اقيمت كانت بالامس عشان متضرري الزلزال طبعا المدمر اللي ضرب يعني مراكش وبعض كمان المناطق اللي جنبها الجمعه اللي فاتت. وقال الاتحاد كده المغربي تحديدا في البيان الرسمي بتاعه، قال انخراطا في الحمله التضامنيه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكه المغربيه، نعلن تخصيص مداخيل المباراه الوديه بين المنتخب الوطني ونظيره بوركينا فاسو للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعيه التضامنيه لتدبير الاثار المترتبه عن الزلزال. كل الدعم ليكوا اكيد، كل الدعم للشعب المغربي، كل الدعم للشعب الليبي، كل الدعم للشعب العربي، كل الدعم لشعوب العالم كلها في ما تواجهه من كوارث طبيعيه. نتمنى ان شاء الله ان هي يتم يعني عدم تكرارها في الفتره اللي جايه، لكن للاسف الشديد كما سمعنا او كما قيل يعني ان لسه هيكون في سلسله من بعض الاحداث الغير ساره تماما ممكن تكون او تطال العالم كله. نتمنى ان شاء الله ربنا يعديها على خير. ربنا يسترها ويسلم ويلطف بينا جميعاً يا رب إن شاء الله. تعالوا بقى نروح للفيديوغراف ده، طبعاً هنشوف من خلاله كرة القدم بتمثل إيه لكتير جداً من الناس. كرة القدم هي طبعاً معشوقة الكل، الرياضة اللي ما فيش حد تقريباً ما لعبهاش سواء في نادي أو حتى في شارع أو في المدرسة. تابعوا معنا التقرير ده، تفضل. لما بلعب جون مع أصحابي بسجل ممكن جون أو جونين، بس آخر مرة سجلت جونين في ماتش خماسي، يعني ممكن حوالي أربعة كده. واخر ماتش كان من حوالي 3 ايام، كان خماسي مع اصحابي، يعني سجلت حوالي 3 هاتريك. يعني انا لما باجي العب كوره بسجل جونين كده ولا 3 بالكتير. بسجل جونين او 3، وبرده وانا بلعب مع اصحابي اخر مره سجلت جونين. انا لما بلعب مع اصحابي كوره بدخل مثلا 3 جوان. لما بلعب كوره مع اصحابي جونين او 3 في العادي، بس اخر مره كان جونين بس. لما مثلا نلعب خماسي تبقى جونين 3. والله يعني ممكن جون جونين، لما بنتقابل وبنلعب بتبقى في الرينج دوت. يعني بسجل جوان كتير، يعني ممكن هاتريك. ما بسجلش، قلت لك بضيع، بلعب عشان اضيع، اسجل ليه؟ والله يعني بنلعب بيبقى بين 2-3 يعني في الماتش. يعني انا لما بلعب بسجل كتير، يعني علشان انا اشعر بشوط كويس وكده، فممكن بسجل 5-6. اخر مره سجلت 4 اجوال. لما بلعب كوره مع اصحابي بسجل جون، واخر مره سجلت جونين. خلينا نختم فقرتنا الأولى بتمارين جديدة مع الكابتن ندى مدحت مدربة جيم للسيدات بالنادي الأهلي بالجزيرة. كان نروح فاصل نرجع مع حضراتكم عشان نستكمل فقرتنا وأولى فقرتنا الحوارية، خليكم معنا. صباح الخير على جماهير وأعضاء النادي الأهلي الكرام. النهاردة معانا تمارين للبطن، لو بنشتغل في الجيم أو بنشتغل في النادي هنعمل التمارين مع كابتن مصطفى مدرب النادي الأهلي فرع الجزيرة. أول تمرين هنشتغل، كابتن مصطفى هيسند إيده ورا فوق ومتني حاجة بسيطة، هيشتغل برجليه بوست لقدام، رجليا هول ما بتلمسش الأرض، 2-3-4. أهم حاجة النفس وأنا شغالة، باخد نفس من مناخيري وأطلعه من بقي بالراحة. ستوب. بعمل أول تمرين، بشتغل التمرين 3 مجاميع في 8 عدات عشان إحنا لسه بيجنر أو مبتدئين، ما بحملش كتير قوي على المسلز بتاعتي. وده كان شكل اول تمرين معانا. تاني تمرين معانا برضو كابتن مصطفى هيشتغل، اتفضل. هشتغل برجلي سايد سايد، ممكن نزود تمرين شويه يعني نخليه ليفل اصعب. هاتني رجلي عليا وافردها، برضو نفس العدات ونفس المجاميع، واهم حاجه النفس وانا شغاله. احنا كده بنعمل فوكس على الماسلز بتاعت الابس، ودي كانت مشكلة ناس كتير قوي. ستوب. وده كان ثاني تمرين معانا. ثالث تمرين هحط الويت، هسند الويت هخليه سبورت ليا واستخدمه كأداة. هشتغل 1 leg. تمام. ممكن نشتغله بشكل تاني، ان انا انزل رجلي على الارض وارجع تاني ارفعها. برضو نفس العدات، 8 عدات 3 مجاميع،
اهم حاجه النفس. هو ايه متني حاجه بسيطه. ستوب. ده كان تالت تمرين. هنعمل تمرين اخير. هسند ايدي ورا وانام على ظهري. هلمس بايدي كعب رجلي سايد سايد، وهنا بعد كل سايد بعده واحده، يعني رايت ليفت دي كده بالنسبه لي هي عده واحده بس. دقني على قدام مش بريح رقبتي، احاول المس اقصى بوينت اقدر اجيبها. برضو المجاميع بتاعتي ثلاث مجاميع وثمان عدات. ستوب. شكرا كابتن مصطفى. ودي كانت تمارين البطن بتاعتنا. المره الجايه ان شاء الله نشتغل اكتر ونشتغل ادفانسد اكتر. دي كانت تمارين بيجنر. كان معاكم كابتن ندى، اشوفكم مره ثانيه. عوده لعشرة الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم من جديد. اللي من حضراتكم بيتابعنا باستمرار بيتابع عشرة الصبح في الاهلي بصفه دائمه، اكيد واخد باله كويس ان احنا زي ما بنهتم بالكلام عن الفريق الكوره في النادي الاهلي، احنا كمان بنهتم بالكلام والحديث وفتح ملفات فرق النادي الاهلي في كل الالعاب، وده اللي هنعمله في الفقره دي تحديدا، فرق واستعدادات فرق النادي الاهلي في الالعاب المختلفه في مختلف البطولات اللي هم بصدد المشاركه فيها الفتره اللي جايه. ان شاء الله هنناقش هذه الملفات مع احمد رشاد الناقد الرياضي اللي منورنا بحضوره الكريم في حلقه النهارده. صباح الفل يا ابو حميد. صباح الخير يا كريم. صباح. وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وسعيد ان انا اكون موجود معاكم. ده بيتك كده كده يا رشاد طبعا، يعني انت مش غريب عننا، وسعداء بوجودك، سعداء بالتطوير اللي بيحصل كمان معاك. أكيد. انت من يعني الصحفيين اللي بيحبوا كمان يذاكروا ويطلعوا ويطوروا من ادائهم، فده اكيد بيسعدنا كلنا. خليني ابدا معاك بسؤالي في العموم. لما نيجي نتكلم عن الموسم الماضي للنادي الاهلي، الموسم الماضي للنادي الاهلي سواء بنتكلم عن كره القدم الفريق الاول او حتى العاب الصالات الالعاب الاخرى، هتلاقي فيه يعني موسم فعلا استثنائي. فانت بتتكلم ان انت داخل على موسم جديد، لازم طبعا استعدادات معينه، لازم بيبقى فيه كمان كواليس معينه علشان اقدر ان انا اقدم موسم يا على نفس المستوى يا موسم كمان افضل. خلينا نبدا من النقطه دي. اكيد طبعا، يعني الاحتفاليه اللي كانت لكل الالعاب في النادي الاهلي كان الاسم بتاعها اهلي استثنائي، فهو بالفعل اهلي استثنائي. ليه اهلي استثنائي؟ لان طبعا في كره القدم النادي الاهلي محقق 5 بطولات، في الالعاب الجماعيه النادي الاهلي محقق 23 بطوله، فده رقم كبير جدا في الالعاب الجماعيه ان النادي الاهلي يحقق كل البطولات. ده بالنسبه للالعاب الجماعيه. احنا لو رحنا للالعاب الفرديه فالنادي الاهلي محقق كل المراكز وكل البطولات في الالعاب الفرديه، فموسم فعلا استثنائي، موسم قدر النادي الاهلي ينجح فيه بشكل كبير جدا بشكل. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه مهمه يا نهاوند، ان ده هيخلي في عبء كبير جدا في الموسم الجديد على كل لعيبة النادي الأهلي، لأن طبعا جماهير النادي الأهلي ما بترضاش إلا بالبطولات. يمكن إحنا الموسم اللي فات لما النادي الأهلي كسب 23 بطولة وخسر كام بطولة، هو النادي الأهلي كان زعلان على الكام بطولة اللي خسرهم. صحيح. ما كانش فرحان بال 23 بطولة. فأكيد الموسم الجديد إن شاء الله بإذن الله اللي هنتكلم فيه هيبقى موسم بإذن الله استثنائي، وهنتكلم ليه استثنائي بإذن الله. فكرك ممكن تتكرر استثنائية الموسم اللي فات الموسم الجديد ده، أخذا في الاعتبار بأن كل يعني كل الأندية التانية في كل الرياضات سواء كانت رياضات فردية أو جماعية بطبيعة الحال مش عاجبها الحال، يعني هم كمان من حقهم، ودي يعني حق مشروع عند أي نادي، فبطبيعة الحال كل نادي هيحاول أن هو يدعم فريقه ويطور من أدائه، فبالتالي متوقع أن المنافسة مع الموسم الجديد تشتد عن الموسم اللي فات. فإلى أي درجة ممكن تكرار استثنائية الموسم الماضي مع انطلاق الموسم الجديد في رأيك؟ أكيد يا كريم، أخذ من كلامك إن فعلا بالفعل كل الفرق في الموسم الجديد دعمت ودعمت بكل قوة علشان يكون في منافسة، لكن النادي الأهلي بيبقى قادر على حسم طبعا الأمور وقادر على حسم البطولات. النادي الأهلي خليني أقول لك إن من بداية واللي أنا بشوفه من بداية الموسم الجديد التخطيط الواضح لإدارة النادي الأهلي في دعم كل الألعاب الجماعية، ده مش الدعم بس، كمان تجديد عقود اللعيبة، ده اللي هيفرق كتير جدا في الموسم الجديد، إن يبقى عندك استقرار من بداية الموسم، جددت لكل اللعيبة اللي كان طبعا عقودهم بتنتهي. وكمان الفكرة إن في النادي الأهلي هو بيعمل حاجة كويسة جدا دلوقتي، إن هو لما بيجدد عقود لعيبة بيجدد بعقود لمدة 4 مواسم علشان يبقى في استقرار، يبقى اللاعب مرتاح نفسيا ان هو لسه مكمل مع النادي الاهلي لفتره كبيره جدا. فالتخطيط الناجح ده ان شاء الله هنشوفه في الفتره اللي جايه. انا عايز اقول لك ان بامر الله النادي الاهلي
دعم بكل قوه، اللي انا يعني اعرفه واكيد هيتم الاعلان عنه خلال الفتره اللي جايه، تدعيم في كل طبعا صفوفه. كان الكابتن خالد العوضي طبعا مدير عام النشاط الرياضي اللي عامل شغل اكثر من رائع مع الالعاب الجماعيه وكل الالعاب بصراحه، اتكلم قبل كده وقال ان هيكون في محترفين في كل الالعاب في النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر الفتره اللي جايه والموسم الجديد نحقق موسم استثنائي زي الموسم الماضي، وده اللي طبعا منتظره جماهير النادي الاهلي، ان النادي الاهلي يفضل دايما موجود على منصات التتويج. خلينا نبدا بقى رياضه رياضه، وهبدا معاك بالباسكتبول او كره السله. واول بطوله، بطوله كاس العالم لانديه كره السله، بدايه شايف المجموعه بتاعتنا ازاي؟ اكيد مجموعه صعبه جدا، احنا طبعا معانا فرقتين، فرقه من امريكا وفرقه من البرازيل. طبعا قوه المحترفين او قوه اللعيبه سواء في الدوريات الامريكيه او في الدوري البرازيلي او مع الفرق طبعا سواء من امريكا او من البرازيل، هتكون طبعا مجموعه صعبه، مباريات قويه، لكن طبعا احنا النادي الاهلي معودنا دايما ان مفيش مستحيل، النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله رايح علشان يلعب على البطوله، وده اللي منتظرينه من النادي الاهلي. انت عندك فرصه ان انت يعني ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله وتكسب مباراتين تلعب على الاول والثاني، او حتى تكسب مباراه تلعب على ثالث ورابع، فده ان شاء الله باذن الله احنا نعمل اكبر انجاز في بطوله العالم. لكن خليني اقول لك على حاجه، انا اود يكفي ان النادي الاهلي بيحقق كل البطولات في الموسم الماضي، بيتاهل لكاس العالم للانديه، موجود في قدام كل الفرق الاوروبيه. بصراحه ده شيء مشرف للنادي الاهلي ان احنا بنشوفه بيلعب قدام كل انديه العالم، فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يحقق مركز مميز، وبتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يحقق باذن الله. وهيكون في صفقات خاصه طبعا، مش هنقول اسماء، مش هنطلبها أكيد منك دلوقتي طبعا، احنا بنلتزم لما النادي بيعلن. أكيد طبعا. حتى الصفقه الاخيره الخاصه طبعا بمهاجم النادي الاهلي مودست، كان الناس بتسالنا في الشارع واحنا ماشيين، بس احنا ما بنتكلمش ابدا الا لما الاهلي طبعا هو اللي بيعلن بشكل رسمي، بس احنا في كره السله تحديدا عندنا صفقات جديده. هيكون في ان شاء الله باذن الله اللي انا يعني اعرفه ان هيبقى في تدعيمات، وده حصل في بطوله البال، يعني حصل ان في بطوله البال جه محترفين لعبوا مع النادي الاهلي في بطوله البال، والحمد لله النادي الاهلي قدر يحقق بطوله البال في نسختها الجديده، وان شاء الله باذن الله كمان في بطوله العالم هيكون في محترفين يدعموا الفريق باذن الله كده. وان شاء الله نكسب ونحقق بطوله العالم، ده طيب. يعني اللي انا اتمناه، كل ده اللي كلنا بنتمناه. وفي نفس الوقت طب احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا عن المنافسات مع الفرق الاوروبيه او مع المنتخبات الاوروبيه، تعالى بقى نتكلم شويه عن مشاركة النادي الأهلي بعد كأس العالم للأندية، هيشارك في البطولة العربية لكرة السلة في قطر. احنا هنا بنتكلم بقى على نوعية مختلفة من منافسين فرق الخليج العربي، ونفس الخاصية اللي عندهم في عالم كرة القدم، فكرة القدرة الشرائية العالية، فهي عندهم بطبيعة الحال في كل الرياضات، فعندهم القدرة على تطعيم وتدعيم فرقهم الرياضية المختلفة بأهم وأشهر وأتقل الأسماء في كل رياضة على حدة. المنافسة في البطولة العربية لكرة السلة في قطر هتختلف ازاي عن كأس العالم؟ أكيد هتختلف اختلاف كبير جدا، لأن أنت بتلعب مع فرق مختلفة أكيد من عن بطولة العالم، لكن خليني أقول لك على حاجة يا كريم، إن البطل ما بيخافش من أي حد، هو البطل بيلعب قدام أي حد، هو النادي الأهلي دايما ما بيبصش غير على المركز الأول، ما بيبصش غير على البطولة، فده اللي إحنا بننتظره من النادي الأهلي، النادي الأهلي رايح، النادي الاهلي على فكره حامل اللقب الموسم قبل الماضي، الموسم طبعا اللي فات هو النادي الاهلي وصل للمباراه النهائيه، كلنا طبعا تابعنا وشفنا المباراه وشفنا طبعا الاخطاء التحكيميه، لكن خلينا اقول لك ان النادي الاهلي كان قادر على تحقيق اللقب الموسم الماضي، لكن بقى طبعا الاخطاء التحكيميه، كل الناس طبعا تابعت المباراه وشافت الاخطاء اللي كانت موجوده، النادي الاهلي قدم مباريات كبيره جدا، وده اللي دايما بننتظره من النادي الاهلي، ان هو النادي الاهلي بيلعب قصاد كل الفرق بقوه النادي الاهلي وبروح النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يعني احنا منتظرين طبعا قرعه البطوله العربيه. خلاص تم تحديد طبعا موعد بطوله كاس العالم للانديه اللي ان شاء الله النادي الاهلي بيشارك فيها، كمان هيبقى بعدها البطوله العربيه. النادي الاهلي داخل على موسم صعب جدا، موسم كله بطولات، يعني النادي الاهلي عنده كم بطولات الموسم اللي جاي،
فجماهير النادي الاهلي مش هتقبل الموسم اللي جاي الا بكل البطولات. ايه حكايتنا مع الاخطاء التحكيميه في كوره وفي غير كوره؟ احنا ايه الحكايه دي؟ شيء صعب يعني. سبحانك يا رب. هو النادي الاهلي ده بقى قدر، وهو البطل كده، البطل دايما بيلعب وبيبقى فيه اخطاء، لكن ان شاء الله باذن الله الموسم الجديد بنتمنى ان ما يكونش فيه اخطاء، وده احنا اللي بنتمناه هي العداله دايما. النادي الاهلي بيلعب وزي ما احنا بنشوف بيأدي ازاي او اللعيبه بتأدي ازاي في الملعب، بنشوف الاخطاء البسيطه هي اللي ممكن بتكلفنا كتير، فان شاء الله بنتمناها عداله في كل حاجه علشان النادي الاهلي يقدر يكسب كل البطولات في الموسم الجديد. بص يا احمد، يعني كابتن محمود الخطيب دايما لما بيتكلم كان بيبقى حريص جدا في معظم الندوات ان هو يركز على فكره صناعه البطل من النادي الاهلي والبطل الاولمبي تحديدا، ويمكن اتكلمنا عن مشروع هنا جوده وغيرها صحيح. كمان من الرياضيين اللي عندنا اللي بنفتخر بيهم فعلا. خليني اعرف منك برضو وجهه نظرك في المشوار ده او المعلومات اللي عندك عشان نكمل او نحقق فعلا الحلم ده، ومش بس في البينج بونج او يعني تنس الطاوله، في كل الرياضات بالزبط. اكيد طبعا احنا عندنا مستقبل يعني كبير جدا، او عندنا في كل القطاعات مش في الالعاب الفرديه بس، لا في الالعاب الجماعيه انت عندك يعني طفره كبيره جدا في اللعيبه الصغيره اللي النادي الاهلي بيبدا يجهزهم من صغرهم علشان يوصلوا للفريق الاول. فاحنا شفنا تدعيم كبير جدا في الفتره اللي فاتت في كل الالعاب من ناشئين النادي الاهلي، سواء في كره اليد او في كره السله او في كره الطايره او في الالعاب الفرديه، انت عندك ناشئ بتقدر تعتمد عليه بعد كده. فشفنا النجاح، يعني امثل لك مثلا بحاجه وهي كره اليد رجال. احنا النادي الاهلي لما بدا يدعم الفرقه بعناصر طبعا من الناشئين بجانب طبعا عناصر الخبره اللي موجوده في الفريق حاليا، قدرنا نشوف فريق قوي جدا. هي كل الناس او كل الجماهير يمكن قعدت فتره كبيره جدا بتنتقد كره اليد في النادي الاهلي، وكانوا شايفين ان المستوى بيبقى في اوقات يتأرجح ففي اوقات في يعني سوء المستوى او في ذبذبه في المستوى، لكن لما النادي الاهلي اشتغل بشكل واضح على تخطيط ناجح علشان الفرقه تبقى تكسب بطولات لقدام، النادي الاهلي قدر يحقق الموسم اللي فات 3 بطولات. النادي الاهلي الموسم ده يمكن بدا في اليد رجال خاصه بدا الموسم بدوري طبعا المحترفين، قدر ان هو يحقق 4 فوز على التوالي، وده يمكن بدايه وانطلاقه قويه. فمستقبل النادي الاهلي او المشروع البطل الاولمبي او اللعيبه اللي طالعه من ناشئ النادي الاهلي او من البدايه بيقدموا كبراعم وكناشئين بيقدموا مستوى كبير جدا للنادي الاهلي، وان شاء الله يفضلوا موجودين دايما في كل البطولات. وبنشوف بصراحه الفتره الاخيره الاعتماد الكبير من النادي الاهلي على العناصر الصغيره والشباب، وهو ده الاصل يا رشاد. يعني لما تيجي تتكلم انا عايز اعمل بعد كده فرق قويه في اي رياضه، لازم اعتمد على ان انا ببني من البدايه صح. في بعض الدول الاخرى لما جت تدعم او تطور الرياضه بتاعتها ابتدت من فوق، لكن الاساس اللي فوق ده مش هيستمر كتير، لان اللي فوق ده بيبقى بعقود وبعد كده هيرحل. القصه كلها ان انا اطور من البدايه الاساس بتاعي اللي هي قاعده الناشئين، يمكن ده شفناه فعلا في يعني مختلف الرياضات عندنا في الناشئين. طبعا ومش في النادي الاهلي بس، احنا شفنا اللعيبة الناشئين والشباب بيتألقوا في بطولات العالم مع المنتخبات او مع منتخب مصر. فبنشوف هو ده النجاح، ان النادي الاهلي دايما داعم لكل المنتخبات، بنشوف لعيبته بتتألق في كل العالم. طيب من قديم الازل في رياضات بعينها رياضات معينة تحس وكأن اسماء المنافسين الاقرب للنادي الاهلي ثابته، يعني مثلا في عالم كره السله لازم تلاقي ان اقرب المنافسين نادي الجزيره، نادي سبورتنج، نادي الاتحاد السكندري. هل الوضع اتغير في الفتره الاخيره فيما يتعلق بمساله اسماء المنافسين للنادي الاهلي في الرياضات المختلفه، مش بس بكلمك على الباسكت بول؟ اكيد الوضع اتغير جدا، خريطه اتغيرت يعني. ايه المستجد بقى في كل رياضه على حده؟ المستجد ان احنا شفنا الفرق كلها بتدعم وبتدعم بشكل كبير جدا. بنشوف لعيبه او كل الفرق دايما بتدور او بتجري على ان هي تاخد نجوم علشان يقدروا ان هم يحققوا حاجه، كله بقى بيبص على البطولات، هو كله شايف النادي الاهلي بياخد كل البطولات، فبدات الفرق كلها بتعمل تدعيم وصفقات جديده علشان يقدروا ينافسوا في الموسم الجديد. يعني خليني اقول لك ان في اليد رجال طبعا المفاجاه او الموسم ده
يمكن احنا كنا عارفين المنافسه ما بين الاهلي والزمالك. احنا دلوقتي عندنا في البنك الاهلي اللي عمل شغل محترم في البطوله العربيه وكان هيوصل نهائي. عندنا بصراحه فرق كتير جدا في الموسم الجديد هتقدر تنافس وهتبقى المنافسه صعبه. في السله طبعا سيدات هو المنافس للنادي الاهلي هيبقى سبورتنج، لان سبورتنج دعم وكمان اخذ لعيبه من النادي الاهلي فهتبقى المنافسه برضو صعبه. الطايره طبعا كلنا عارفين الطايره رجال وسيدات، يعني في السيدات زمالك سبورتنج، في الطايره رجال هيبقى طلائع الجيش زمالك بتروجيت، فالمنافسه قويه جدا في الموسم الجديد. اليد سيدات خليني اقول لك ان المربع الذهبي هو من دلوقتي هو عشان نبقى احنا قلنا على المربع الذهبي هيبقى نادي الاهلي زمالك الشمس سبورت، فهي الفكره ان انت دعمت او جبت صفقات جديده في كل الانديه، فهتبقى المنافسه صعبه جدا جدا جدا، لكن النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحقق كل البطولات. المنافسه بتعمل متعه يعني في الاول وفي الاخر على صعيد كل الرياضات، انا مش عايزه بس ان انا اكسب، انا عايزه اكسب بمتعه صحيح. فعلا موجوده. طيب بالنسبه للمديرين الفنيين يا رشاد دلوقتي، هل احنا برضو بنتكلم ان هيبقى في تدعيم للمديرين الفنيين اللي كمان هنتكلم عنها ان احنا هنعتمد على اجانب، ولا هيكون في بعض الخبرات المحليه اللي ممكن برضو نديها فرصه؟ طبعا المديرين الفنيين كده كده كل الطلبات اللي طلبوها من النادي الاهلي كلها يعني تم الموافقه عليها، بيشوفوا ايه المراكز اللي النادي الاهلي محتاجها وبالفعل تم تدعيمها. خلينا اقول لك ان طبعا احنا خلاص الاستقرار على كل المديرين الفنيين دلوقتي موجودين. في حد اتغير في اي مفيش؟ هو طبعا الطايره رجال جه الاسباني منذو اللي خلاص بدا يعتبر الموسم مع النادي الاهلي وبدا ان الفرقه بتستعد طبعا بكل قوه للموسم الجديد. عندنا طبعا الكابتن ابراهيم فخر الدين اللي جه للطايره سيدات، كابتن ابراهيم فخر الدين من الاسماء المميزه بصراحه اللي ان شاء الله تعمل شغل كبير جدا مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. عندنا طبعا الاستقرار على بقيه المديرين الفنيين والتجديد ليهم بصراحه ده شغل رائع وشغل ان شاء الله باذن الله يجيب بطولات للنادي الاهلي الفتره اللي جايه، كابتن طارق خالد كابتن زولا. فبصراحه انا شايف الموسم الجديد هيكون موسم باذن الله استثنائي وموسم تاريخي للنادي الاهلي يقدر يحقق فيه كل البطولات، لان احنا منتظرين البطولات اللي احنا خسرناها مش منتظرين البطولات اللي احنا حققناها. صحيح. انا سؤالي اللي جاي ليك مبني الى حد كبير على فكره ان انت شبه مقيم في النادي الاهلي فرع الجزيره، مش مجرد بتروح كتير يعني تقريبا مقيم هناك، واكيد شفت الحاجات اللي كلنا شفناها وخدنا بالنا منها، بس انا عايز اقف معاك عند تفصيله معينه منهم. ساعات كتير في اروقه النادي بتلاقي مثلا البعض من اللاعبين او اللاعبات في الرياضات المختلفه رايحين مثلا واحده من الصالات الرياضيه المختلفه، رايحين الجيم، رايحين مركز التاهيل. في قاسم مشترك بين كل اللعيبه واللاعبات اكيد انت خدت بالك منه، فكره الجديه، يعني تحس ان مفيش تراخي حتى في المشي وهم رايحين على المكان، رايحين تدريب مثلا، واخد بالك؟ في تحس ان مجموعه من المقاتلين داخلين النادي صح. مش ناس عاديه، خدت بالك بالحكايه دي؟ اكيد طبعا. بص عايز اقول لك على حاجه، يعني دايما لما بشوف اللعيبه او اللاعبات لما داخلين التمرين او اكيد صاله الجيم بيبقى في تركيز واضح، وهو علشان يعني عليه مسؤوليه كبيره جدا، مسؤوليه ان هو بيلعب باسم النادي الاهلي، مسؤوليه قدام الجماهير ان هو موجود داخل النادي الاهلي. ف لما بيكون اللاعب او اللاعبه عليها حمل كبير جدا ان هي موجوده او ضغط كمان جماهيري ان هي بتلعب باسم النادي الاهلي، النادي الاهلي الكبير، فعايزين يحققوا كل البطولات، بيبقى ده في تركيز واضح على كل اللعيبه واللاعبات، سواء طبعا سواء في التدريبات داخل الجيم او في داخل طبعا الصالات الرياضيه. ده التركيز اللي احنا متعودين عليه من لعيبه النادي الاهلي، ان هم دايما بيكونوا موجودين في الوقت اللي احنا منتظرين منهم طبعا كل البطولات. فان شاء الله باذن الله هم بالفعل في فرق طبعا بدات مباريات اليد رجال واليد سيدات، وفي فرق طبعا بتستعد بكل قوه للموسم الجديد. خليني اقول لك ان اليد رجال وسيدات كمان هيشاركوا في البطوله الافريقيه اللي هتكون في الكونغو، ان شاء الله باذن الله يعملوا حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي باذن الله يحقق اللقب، لان احنا متعودين دايما من النادي الاهلي على البطولات. السيدات بصراحه الموسم اللي فات عملوا شغل رائع وشغل النادي الاهلي بيضم طبعا عناصر مميزه جدا لعيبه، وكمان الحته اللي كانت بتتكلم عليها نهاوند فكره طبعا ناشئي ونشئات النادي الاهلي، يعني الفريق الاول لكره اليد السيدات بيضم طبعا عناصر
اتصعدوا للفريق الاول عناصر مميزه، بجانب طبعا التجديد لكمارة المحترفه اللي هتكون موجوده مع النادي الاهلي. اكيد صحيح. طبعا في البطوله الافريقيه ممكن يكون يبقى في تدعيمات، لكن خليني اقول لك ان شاء الله باذن الله الواحد متفائل خير بالنادي الاهلي في الموسم الجديد. بص يا رشاد، الوقت بيجري للاسف، بس انا عايزه اختم معاك بالتركيز على النقطه اللي انت قلتها الاخيره، لان هي حاجه كانت ملحوظه بشكل كبير جدا، وهو التطور الملحوظ والكبير جدا في تحديدا يعني فرق السيدات عندنا في النادي الاهلي. ايه السر ورا ده والتالق الرائع والتحسن في المستوى في الاداء ده، راجع لايه برضو؟ لو انت اكيد عندك معلومات اكتر وبتحضر معظم الماتشات وعندك كمان علاقات باللاعبين هناك، فخليني اعرف منك. عايز اقول لك روح النادي الاهلي، او وكمان عايز اتكلم على نقطه في البدايه وهي التخطيط الناجح لمجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي ما بيبخلش على النادي الاهلي في اي شيء، وده اللي احنا بنشوفه سواء في تدعيمات كل المراكز او تجديد والدعم كمان حتى النفسي اللي أكيد بيبقى موجود، واداره النشاط الرياضي بتوفر ممثله طبعا في الكابتن خالد العوضي اللي عامل شغل رائع مع الالعاب كلها. صح. فده اللي اقدر اقوله لك، ان ده هو سبب نجاح النادي الاهلي، او التركيز او الراحه النفسيه اللي موجوده عند اللعيبه واللاعبات، وان هو بيلعب في النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا. فالنادي الاهلي بيبقى دايما اضافه لاي لاعب او اي لاعبه. فعايز اقول لكم ان شاء الله باذن الله الموسم الجديد هيكون موسم ناجح باذن الله. نعمل ذلك. نورنا دايما يا رشاد والله، ونسعد بوجودك معانا، نورتنا وبنشكرك على وجودك النهارده. ربنا يخليك كريم، وانا بشكرك يا هوند، وبشكر كل طبعا جماهير النادي الاهلي. نورتنا يا رشاد. هنروح فاصل مع حضراتكم ونرجع عشان نستكمل يعني فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم في الفقره الاخيره والفقره الاهم حاليا كمان، ان احنا بنتكلم خلاص يعني السوبر الافريقي، والناس من بدري بتقول التسعه يعني يا اهلي. فده باختصار محور فقرتنا النهارده. هنتكلم عن كمان معسكر الاهلي في السعوديه حاليا استعدادا لمواجهه فريق طبعا اتحاد العاصمه الجزائري في بطوله السوبر الافريقي، واللي كمان هتقام يوم الجمعه باذن الله، وبعدد جماهيري مفروض حتى هذه اللحظه يعني مفروض كبير جدا كمان، وفي كتير من المصريين هيكونوا متواجدين مش بس الاهلاويه. فهنرجع نقول بطوله مهمه جدا في بدايه الموسم الجديد، وان شاء الله كمان يعني نفرح بيها. هنتكلم في كل ده على كل حال والموسم الجديد والاستعدادات والتحديات، بس خلينا نرحب في البدايه بضيفنا العزيز الاستاذ سامح سمير الناقد الرياضي. بونجور، صباح الهنا. بونجور، صباح الهنا عليكم وعلى جميع الاهلي. ملفات عديده طبعا. وهنبتديها مع حضرتك باللي كانت هوند لسه بتتكلم عنه من شويه، فكره لقاء الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، وفكره كمان ان انت يعني تستهل موسم كروي جديد ببطوله، انت عندك ماتش ببطوله، رؤيتك ايه وتوقعاتك ايه للمباراه دي؟ والله هو كالعاده طبعا النادي الاهلي يبتدي ببطوله، يعني من الضل للنار على طول. الاهلي يا دوبك خد اللعيبه، خدت راحه اسبوعين كده، 14 يوم راحه سلبيه، وبعدين 10 ايام في النمسا. يعني انا كنت مستوعب فكره ان يعني احترمت في اداره الاهلي او في الجهاز الفني كمان، هو يطلع باللعيبه للنمسا يشموا نفسهم شويه. يعني يحسوا ان هم يعني انا اسف اللفظ بني ادمين، من حقهم يشموا نفس، من حقهم يشوفوا مناظر جديده، من حقهم يخرجوا من الشحن العصبي اللي كان غير طبيعي في افريقيا كلها، ما كانش في مصر فقط ولا على مستوى المسابقات المحليه، ولكن قاريا كمان. الاهلي كان مضغوط جدا ولسه هينضغط، يعني خمس بطولات ولا احلى. الكولر الذكي المحظوظ في نفس الوقت ان هو طبعا يحصل على خمس بطولات الحمد لله. يعني كانت الاهلي ليه تحس انك انت خلاص وصلت لمرحله انك انت البطولات كلها في النادي الاهلي اصبحت داخل جدران القلعه الحمراء، في تشبع بالبطولات، تشبع بالبطولات، وعايز تاني بقى خلاص. يعني انت راجع النهارده على السوبر الافريقي، راجع من النمسا، يلا بطوله كمان، بطوله الصفقات الجديده مستنيه بطوله، مودياست اللي لسه جاي في الاهلي مستني بطوله، كل الجماهير الاهلي منتظرين بطوله علشان انك انت تبتدي بيها موسم جديد، بدايه معنويه، بطوله جديده، بطوله قاريه ايضا، البطوله التاسعه في تاريخ النادي الاهلي على مستوى السوبر الافريقي، ارقام كثيره جدا. انت عشان تبص على الاهلي وعشان تشوف الارقام حدث ولا حرج، هتقعد لبكره تعد في الارقام. فطبعا بطوله مهمه معنويه في المقام الاول، ودي طبعا الصوره امامنا على الشاشه، كولر واللعيبه في حاله، لو خدت بالك هتلاقي حاله من الضحك، حالة من التفاؤل، حالة من الحماس، حالة من انك انت عندك تشبع بالبطولات، انت حابب انك انت تسعد جماهيرك وبتبسط نفسك. دي ثقافة النادي الاهلي ان هو بيبسط جماهيره وبيبسط اللعيبة، بتبسط نفسها ان هي تبتدي موسم جديد ببطولة جديدة. فطبعا مباراة
مهمة جدا جدا جدا، بطولة مهمة جدا جدا، بداية ولا أحلى ولا أهم للأهلي في موسم جديد. رائع جدا. خليني بقى أتكلم شوية برضو في نفس الملف ده، بس نتكلم في الفنيات أو الجاهزية كمان. أنا لما أجي دلوقتي أتكلم عن ماتش بطولة كويس جدا، وده يعني مش جديد على النادي الأهلي وليه تاريخ كبير جدا وتاريخ من الانتصارات في هذه الماتشات، لكن دلوقتي أنا هتكلم عن المنافس اللي أمامي، يعني فارق كبير جدا في عدد البطولات، فارق كبير جدا في الأرقام. هل ده بيدي أريحية شوية، بيدي طمأنينة شوية، ولا الموضوع ممكن يبقى فيه مفاجآت برضو غير متوقعة؟ ده جزء. والجزء الثاني برضو جاهزيتي أنا مع صفقاتي الجديدة كمان لمباراة بطولة بهذا الشكل. بص، خلينا نعترف أن خلاص كرة القدم ما تعترفش بالتاريخ وعدد البطولات واسم هذا الفريق اللي هو تقدر تقولي أنه مرعب. طبعا الأهلي مرعب، الأهلي له تاريخ من البطولات، الأهلي له اسم ومرعب إفريقيا طبيعي، حامل دوري أبطال وخبرة إفريقيا في هذه البطولة، وخبرة في هذه البطولة يعني ثمان مرات يعني. خلينا نتكلم بصراحة، الأهلي خبرة في كافة البطولات، مش خبرة وبس، لا ده بيحصد البطولة وبيتوج بيها. فالأهلي غير، الأهلي استثنائي بالزبط. مش من هذا الموسم ولكن من 100 سنة فاتت. لكن لما تيجي تتكلم عن اتحاد العاصمة، بالطبع لازم تدي هذا الفريق حقه، لازم أنك أنت تحترم الخصم الجزائري، تحترم الكرة الجزائرية، تحترم أن هذا النادي بيسعى أن هو يحصد على اول او ثاني بطوله ليه بعد ما حصل على الكونفدراليه. دي اول بطوله تقريبا قاريه في تاريخ اتحاد العاصمه الجزائري، فنفسه نفسه ان هو يكسب. مين بقى ده يكسب؟ البعبع، يكسب رقم واحد في افريقيا والمصنف عالميا، النادي الاهلي. فطبيعي شرف لاتحاد العاصمه الجزائري ان هو يواجه النادي الاهلي، شرف لاتحاد العاصمه ان هو ينافس الاهلي على بطوله. هو رايح ينبسط، هو رايح يشوف لعيبه النادي الاهلي، رايح الصحف العالميه والاسيويه، لان المباراه في السعوديه، وطبعا الكاف اختار السعوديه بعد ما لقاها افضل ملف زي ما عمل مع قطر في من قبل في نفس البطوله. فانت رايح بطوله ترويجيه لافريقيا وبتوري اسيا الاهلي، بتوريهم اتحاد العاصمه الجزائري، فاتحاد العاصمه فرحان. هو راح بعد رحله وبعد مشوار على الصعيدين، على صعيد الدوري المحلي في الجزائر الموسم اللي فات، وعلى صعيد رحلته اللي انتهت بالتتويج بالكونفدراليه. ففي ضوء رحلته المحليه مع الدوري الجزائري وفوزه بالكونفدراليه، شايف الى اي درجه ممكن يبقى فيه تهديد للنادي الاهلي في المباراه دي؟ اقدر اقول ان انا احترم اتحاد العاصمه، ولكن هو لا يقارن بالاهلي. خلونا بس منطقيين، مش لاننا على قناه الاهلي، مش لانك انت حابب ان فريق مصري يفوز بالسوبر الافريقي، لا، لان ده الواقع يعني، ده بالزبط. الواقع، لكن هو في النهايه ده الواقع. الواقع اتحاد العاصمه الجزائري كان رابع الدوري الجزائري الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، يعني بفارق بعض النقاط كده عن وفاق سطيف وشبيبة القبائل وشباب الازداد، ولكن هو في النهايه كان الرابع. موسم 2021 و2022 كان الرابع في الدوري ودخل عن طريق الكونفدراليه. الموسم اللي فات هو يمكن ثاني مره يصل لنهائي الكونفدراليه، فشل في مره ونجح في هذه المره النسخه الاخيره، لكن مستواه كان غير مطمئن. بمعنى ايه؟ ان هو كان بيواجه يانج افريكانز في النهائي ذهاب وعوده، التنزاني، راح تنزانيا كسب 2-1، فبهر العالم وبهر الدنيا، خلاص هيكسب بقى، يرجع ارضه يفوز ويتوج بالمباراه. رجع في الجزائر خسر 1-0، وامام مين؟ امام يانج افريكانز، هذا الفريق مش عايز اقول متواضع، ولكن كان المفترض ان اتحاد العاصمه يفترسه، ولكن في النهايه ايضا جماهير اتحاد العاصمه وجماهير الجزائريه ما كانتش راضيه بهذا المستوى. فلما تيجي تشوف تقارن ما بين مستويات الاهلي، تقارن ما بين المباريات العالميه اللي عملها النادي الاهلي سواء على مستوى الدوري المحلي او دوري ابطال افريقيا او حتى في كاس العالم للانديه، تحس يا جماعه لا، ده انت رايح تفترس اتحاد العاصمه. ده الواقع، ده التاريخ، دي البطولات، دي الارقام، ولكن في النهايه تحترم هذا الخصم الجزائري اللي بيحلم بالبطوله. وفي لغه كره القدم يعني ما فيش برضه، في لغه كره القدم ما فيش حاجه اسمها امر مؤكد، يعني دايما في نصيب من المفاجات بشكل كبير جدا، وشفناها في مباريات كثيره جدا، وبالمناسبه خاصه كمان بالنادي الاهلي. يعني في مباريات لعبناها كنا متاكدين من الفوز، لقينا ان كان في فوز بصعوبه، وعلى الصعيد الثاني مباريات كان فيها قلق شويه، بالعكس يعني صوره. فهي فعلا الكوره لا يمكن ان انت تتوقعها. طيب نروح لمحمد توفيق. يا كريم، فرصه نعرف ايه اخر المستجدات هناك، ويعني محمد توفيق معانا من المملكه العربيه السعوديه. توفيق، صباح الفل عليك، ومستنيينك بقى تعرفنا على كل الكواليس، كواليس البعثه طبعا استعدادا للسوبر الافريقي. صباح الفل عليك، اتفضل. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا نهوان، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان.
بالطبع رحله جديده وبحث عن بطوله جديده، والمره دي بقى اللقب التاسع للسوبر الافريقي. النادي الاهلي ثمان نسخ يعني مسبقا، وان شاء الله ده لقبه التاسع باذن الله رب العالمين. المره دي بقى من مكان مختلف، المملكه العربيه السعوديه وبالتحديد من مدينه الطائف. يمكن طبعا الفريق وصل فيه تمام الساعه 10 مساء الامس هنا لفندق الاقامه. طبعا كان استقبال اكثر من رائع، سواء من الجاليه المصريه اللي موجوده هنا او كمان من العاملين في المكان والاتحاد الافريقي. يمكن معظم العاملين في فندق الاقامه اللي احنا موجودين فيها كريم يا نهاوند من المصريين، فده يمكن عامل جو حلو جدا. يمكن الاجواء كلها اكثر من رائعه. على الجانب طبعا الاداري رئيس البعثه العمري بيه فاروق كان عامل اداء اكثر من رائع، وبيساعد الفرقه كلها على توفير الراحه وكل سبل الراحه للفريق متوفره. كابتن خالد بيه مدير الكره. ومن الجانب الاخر بقى مستر كولر، يمكن طبعا اتكلم مع اللاعبين، كان في جلسه قبل التمرين الاخير بالامس على ملعب مختار التتش، وكمان مع الجهاز الفني كل الحاجات الخاصه بالماتش من الناحيه الفنيه اتكلموا فيها ومنسقين ليها. يمكن على طول الفريق اول ما وصل امبارح وتناول وجبه العشاء وبعدها كله خلد للراحه. طبعا كان تمرين صباحا وبعد كده كمان كان سفر، فكان كله محتاج يرتاح جدا. يمكن الفريق على طول بدا النهارده يومه مبكرا حالا، وانا معاكم دلوقتي اللاعبين بيتناولوا وجبه الافطار في مطعم الفندق هنا، طبعا مطعم مخصص للفريق بعيد جدا عن كل نزلاء الفندق. كعاده النادي الاهلي كل حاجه معمول حسابها وكل حاجه بخطوات محسوبه جدا. بعد كده ان شاء الله هيبقى في محاضره في تمام الثالثه والنصف عصرا، والغدا هيبقى في تمام الرابعه، وان شاء الله بقى نتحرك لاداء اول تدريب هنا في مدينه الطائف في تمام السبعه والربع. والتمرين النهارده ان شاء الله هيكون في تمام الثامنه مساء، ومن بعدها ان شاء الله هيبقى نهايه اليوم بتناول وجبه العشاء في العشرة والنصف، ومن بعدها بقى الفريق يخلد للراحه. ليه طبعا اليوم الاخير يوم الخميس اللي هيبقى يوم حافل جدا ما بين اجتماعات فنيه ما بين كمان مؤتمرات صحفيه لفريق النادي الاهلي وفريقنا المنافس اتحاد العاصمه الجزائري، ومن بعدها ان شاء الله هيبقى التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. دعواتكم بقى ودعوات كل جماهير النادي الاهلي باذن الله رب العالمين تكون ضربه بدايه قويه جدا لموسم قوي ومليء بالبطولات، وان شاء الله تبقى خير بدايه واللقب التاسع من بطولة السوبر الأفريقي. يا رب إن شاء الله توفيق، وعندنا أمل كبير وواثقين بإذن الله يعني كجماهير للنادي الأهلي إن ده هيتم وهيتم بصورة كمان رائعة في الملعب. عايزة أتكلم معاك كمان في الحضور الجماهيري، يعني سمعنا الفترة اللي فاتت من السبت اللي فات تحديدا والكاف أعلن عن طرح للتذاكر، والأسعار أعتقد في متناول الجميع من 15 ريال لغاية 1000 ريال، وكمان مجاني هيكون لذوي الهمم. الجالية المصرية في السعودية أكثر من رائعة، يمكن كنت أنا بهزر قبل كده مع كريم بقول له يمكن اكتر من السعوديين نفسهم المصريين هناك، فخلينا برضو نروح للنقطه دي ونعرف منك بالظبط عشان نطمن. الوجود الجماهيري اكيد بيكون داعم كبير. في البدايه كمان انا وهند يمكن خلينا اكلمك عن الجو قبل النقطه دي. يمكن امبارح يعني كان خير استقبال، يمكن طبعا كان فرحه كبيره جدا من الاشقاء السعوديين هنا ان مع وصول البعثه على طول كان فيه هطول امطار خفيفه على مدينه الطائف، فطبعا هنا هم محبين جدا لسقوط الامطار. يمكن ده كان بدايه خير، يعني فور وصلنا على طول كان فيه سقوط خفيف الامطار. الجو اكثر من رائع هنا في مدينه الطائف، بنتكلم في درجه حراره 28 29 درجه مئويه، فجو مناسب جدا وجو اكثر من رائع، رطوبه كمان نسبتها قليله، فيمكن من ناحيه الجو المناخ لا الدنيا يعني كويسه جدا. الناحيه بقى يعني جمهور النادي الاهلي حدثه ولا حرج بقى، يعني جمهور النادي الاهلي مش محتاج تحفيز، مش محتاج انك تقولي له يعمل ايه، هو دايما بيبقى اللاعب رقم واحد والدعم الاول لفريق النادي الاهلي. يمكن فور طرح التذاكر خلصت تقريبا في 7 دقائق. يمكن كمان جمهور النادي الاهلي النهارده امبارح كان عاوز يعني يستقبل الفريق بشكل كبير جدا، ولكن طبعا بالنظر يعني لبعض الاجراءات الامنيه من الجانب السعودي، وطبعا حقهم جدا يعني فضلوا ان ما يبقاش فيه تجمعات، ان الاعداد كانت كبيره جدا سواء امام المطار مطار مدينه الطائف هنا او كمان امام فندق الاقامه. لكن طبعا اتكلمنا مع جماهير النادي الاهلي كانت موجوده، قالوا لا طبعا احنا كلنا جبنا تذاكر، وفي ناس كمان يعني بتحاول توصل لتذاكر باي طريقه بحيث ان هم يكونوا موجودين في المباراه. يمكن كمان هم كانوا نفسهم يبقى المباراه في ملعب ساعته الجماهيريه تكون اكبر شويه علشان يقدروا يبقوا اكتر من كده، كمان يمكن ساعه الاستاد 20,000 متفرج. فاعتقد جمهور النادي الاهلي ده يعني اخر حاجه ممكن تفكري فيها نهاوند او تقلقي منها، لان هو بجد مش محتاج اي تحفيز، مش محتاج انك تقولي له يعمل ايه، لا دايما جمهور النادي الاهلي بيبهرك وبيعمل اكتر من اللي انت متوقعه منه. ويعني يمكن شفنا جمهور النادي الاهلي في كل مكان، يمكن شفنا المباراه الوديه في النمسا جمهور النادي الاهلي كان شكله عامل ازاي، يمكن بيحضر من اكتر من كمان جماهير انديه منافسه بتبقى بتلعب ماتشاتها جوه مصر. لكن اعتقد ان الحمد لله
فين ما يروح نصر الاهلي جمهوره موجود معاه، ودايما زي ما بيقول جمهوره هو توفيق. انت غالبا يا توفيق فهمتني غلط. انا كنت بقول او باكد اصلا اللي انت بتقوله. انا بقول ان الجماهير الاهلاويه هناك هتكون متواجده، وعندنا ثقه ان هم هيكونوا اوريدي في الملاعب، والعدد كمان اصلا هناك كبير جدا من المصريين والاهلاويه. ده انا كنت باكد على هذه المعلومه، فجيد جدا ان انت برضو تاكدها لنا من ناحيتك. اتفضل. بالطبع انا باكد على معلومتك ان طبعا جمهور النادي الاهلي دايما عنده حسن ظننا بيه. يعني بكلمك ان الجمهور زي ما قلت لك كان بيتمنى كمان ان الساعه تكون اكبر عشان نكون موجودين بشكل اكبر. ويمكن اعتقد جمهور النادي الاهلي بيبهرنا، ده كان يعني كاس العالم لكره اليد الموسم الماضي يمكن كان بالالاف كانوا موجودين في الصاله، سواء كمان في البطوله العربيه في الكويت للسله، فما بالك بقى فريق كره القدم. الجمهور متعطش جدا، يمكن النادي الاهلي بقاله كتير جدا ما جاش المملكه العربيه السعوديه، فاعتقد ان احنا هنشوف لوحه جميله جدا كعاده جمهور النادي الاهلي اللي بيبقى دايما رقم واحد، ويبقى يا رب دايما النادي الاهلي رقم واحد وعلى عرش الكره الافريقيه وعلى عرش الكره في مصر باذن الله رب العالمين. طيب برضه عايزين نعرف منك يا توفيق الحاله المزاجيه والمعنويه لكل اللعيبه، وهم طبعا لسه جايين كانوا من فتره مش بعيده من المعسكر في النمسا. عايزين نعرف انت لمست ايه من انعكاسات المعسكر ده على الحاله العامه للاعبين، وكمان عايزين نعرف منك فكره اندماج مودست اخر المستجدين والوافدين للنادي الاهلي، ومعدل اندماجه مع كل الزملاء واصل لفين. بداية اللاعبين يعني زي ما تحس كده يعني بلغة اللغة البلدي كده جعانين، نفسهم يلعبوا ونفسهم يفرحوا جمهورهم ونفسهم يقابلوا جمهور النادي الاهلي تاني. فلا يعني حالة زي ما بنقول كده يعني اشتياق كبير جدا للكورة، للفوز، لإحراز بطولات. انت بموسم اللي فات 5 بطولات، السنة دي ان شاء الله تبقى بداية ببطولة جديدة وتبقى خير بداية. عن الاندماج بقى بجد مش بس مودست، يعني كل اللاعبين اللي بينضموا للفريق السنة دي ما تحسش ان ده لسه جاي من ايام او لسه جاي في موسم جديد. يمكن في لقطات عندكم هتشوفوها مودست يمكن امبارح الفريق سواء في التدريب او كمان وصولنا هنا السعودية، يمكن اللاعبين في لفتة طيبة كده كل اللي تم اهداؤه وردة فور الوصول اهداها المودست في لقطه جميله جدا. طبعا كابتن محمد الشناوي كابتن الفريق يمكن طبعا التعامل بشكل اكثر من رائع، كهرباء واحتضانه ليه مع انه منافس في نفس المكان، ده يدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. كل اللاعبين يمكن ديانج بقى انه كمان بيتحدث اللغه الفرنسيه فعلى طول مع مودست ما بيسيبوش، وطبعا يعني هو مودست بيتكلم الفرنسيه والالمانيه، وطبعا الجهاز الفني بالكامل بيتحدث اللغتين معظمه، فطبعا ما فيش صعوبه في التواصل. كمان بعض اللاعبين كمان في الفريق بيتكلموا فرنساوي، فلا تحس ان مش ده لعيب اول مره يجي، مش اول يوم ليه الفريق. ويمكن طبعا كان قرار رائع من مستر مارسيل كولر ان يصطحبه معاه. المشاركه من عدمها دي طبعا حاجه فنيه لمستر مارسيل كولر ما نتكلمش فيها، ولكن انه يكون موجود في المعسكر انه يسافر مع الفريق وهو كمان اللي يطلب انه يكون موجود في المعسكر، ده حاجه كويسه جدا تدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. واعتقد يا كريم دي العاده دايما اللي بنشوفها في النادي الاهلي، اي لاعب بيخش في المنظومه في ثواني بتلاقي واحد منها وبيدوب زي ما بنقول كده في المنظومه. امام عاشور، رضا سليم، يعني رضا سليم عاوز اقول لك خلاص بقى بيتكلم مصري، ما بقالوش شهر مع الفريق بدا يتكلم مصري خلاص. امام عاشور ما تحسوش اول مره مع الفريق او انه لاعب مش موجود مولاد النادي، على طول بقى جوه الفرقه. ده دايما عهدنا بالنادي الاهلي، النادي الاهلي كبير قوي وبيت كبير قوي بياخد كل يعني اطراف المنظومه جواه كريم، وده بيبان على النتائج، وباذن الله النتائج تبان باذن الله مساء الجمعه، ونفرح كلنا بضربه بدايه وموسم قوي جدا، وبدايته تكون باذن الله ببطوله قاريه مهمه جدا. على كل حال تحياتنا للبعثه بالكامل يعني، وان شاء الله ربنا يوفقهم، وان شاء الله يوم الجمعه زي ما احنا كلنا متوقعين وعندنا امال كبيره جدا نفرح بالفوز المستحق باذن الله للنادي الاهلي. شكرا ليك جدا يا توفيق، واكيد تغطيتنا مستمره مع حضراتكم على قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه. شكرا ليك. حلو الكلام، حلو الكلام ومطمئن الكلام. طبعا حلو الكلام جدا ومطمئن جدا، وده اللي احنا اكدنا عليه قبل ما زميلنا المراسل من هناك يخرج على قناه الاهلي ويؤكدها. لسه كنت بقول لحضراتكم ان في حالة كده حلوة ما بين اللاعبين، حالة تفاؤل، حالة حماس، حالة سعادة، حالة فرحة، حالة اشتياق للكورة والبطولات وملاقات جماهير النادي الأهلي من جديد. فحلو انك تبتدي الموسم ببطولة طبعا. حلو انك تدخل بطولة جديدة لدولاب بطولاتك في بداية موسم جديد وانت لسه جاي من 5 بطولات. اللعيبة اللي جاية سوبر، يمكن انت كل أهلاوي بدأ يحس بقيمة الصفقات اللي كولر أصر عليها مع إدارة نادي الأهلي ومع فكر أو الفكر الخططي اللي جاي للموسم الجديد. فالأهلي استثنائي، وأنا شايف أن الأهلي في الموسم الجديد هيبقى أهلي سوبر مش أهلي استثنائي فقط. جميل. طيب طالما الوضع مطمئن بالشكل ده فنقدر نقول أن إن شاء الله بإذن الرحمن قد يكون الموسم الجديد الموسم القادم لا يقل استثنائية عن الماضي بأي حال من الأحوال.
وخصوصا لو خدنا في الاعتبار التدعيمات ونوعية التدعيمات برضو تستحق الوقوف أمامها وتأملها. يعني أنت رؤيتك إيه للمستجدات الثلاثة الأخيرة في النادي الأهلي، رضا سليم وإمام عاشور ومودست أخيرا؟ لا طبعا لو اتكلمنا على اللعيبة الأجانب أو الصفقات الجديدة في النادي الأهلي، خلينا نقول أنك أنت قدرت أنك أنت ترضي طموحات كولر في البداية كمدير فني أو مدرب عايز أنه هو يحقق البطولات مع الأهلي، إلى جانب البطولات اللي أخذها. هو عايز، كان الراجل كان محتاج في أكثر من مركز أكثر من لاعب، وكان محتاج مهاجم سوبر بأي ثمن. بأي ثمن عايز مهاجم سوبر بالمواصفات اللي أنا عايزها ككولر، أو النادي الأهلي محتاجها كرأس حربة سوبر يقدر أن هو يؤدي في المرحلة القادمة. الراجل طبعا كان محمد شريف بيؤدي، كان عودة صلاح محسن كمان، أيضا تواجد كهربا، ولكن هو عايز لعيب بقدرات خاصة جدا لمهام خاصة جدا داخل الصندوق. وده اللي هو شافه في مودست، ان هو لا اضلته في مودست. البعض قال انه 35 سنة انه ممكن يكون كبير، الكلام ده غير طبيعي بالمرة، لسبب بسيط جدا ان ثقافة الاحتراف غير. هذا اللاعب اوروبي، هذا اللاعب فرنسي، هذا اللاعب لعب في الدوري الانجليزي ولعب في الدوري الفرنسي والدوري الالماني، هذا اللاعب على مدار، لو بصيت على أرقامه، هذا اللاعب بدأ في فرنسا ثم راح لعب في بلاك بيرن في الدوري الإنجليزي ثم عاد إلى هوفنهايم في الدوري الألماني. لعب يعني هوفنهايم لعب حوالي 62 مباراة، أحرز 23 هدف. لعب مع كولن الألماني، مجمل حصلته مع كولن كان 157 مباراة، أحرز 79 هدف. أيضا لما راح يمكن بروسيا دورتموند اخر موسم ما كانش موفق شويه، كان 28 مباراه احرز هدفين، كان من ضمنهم هدف ولا احلى في بايرن ميونخ، ووصلوا لحد كان هيحصل على بطوله الدوري الالماني، ولكن في الاخر حسمها بايرن ميونخ في المباراه الاخيره. فهو لاعب بقدرات خاصه، لاعب هداف، قدراته البدنيه عاليه جدا، قدراته المهاريه عاليه جدا، مبدع في الصندوق، فهتقدر تستفيد منه الموسم اللي جاي، هتقدر انك انت تلاقي ضلتك شويه في ظل انك انت كان صعب تحصل على مهاجم سوبر. فمودست انا شايف بالروح اللي انا شايفها مع كهربا، مع الشناوي، مع كابتن خالد بيبو وكولر لما قعدوا معاه وفهموه طبيعه النادي الاهلي، فمودست انا شايف ان هو ممكن يعمل موسم هايل جدا مع الاهلي. لو اتكلمت عن رضا سليم وامام عاشور، رضا سليم طبعا تاني افضل لاعب في الدوري المغربي، قدر ان هو يحصل على الدوري المغربي مع الجيش الملكي لتاني مره بعد 15 سنه، يمكن 15 سنه غاب عن البطولات، قدر ياخد الدوري المغربي. فرضا سليم احرز كمان، عايز اقول لك 13 هدف و14 اسيست، بيجيد اللعب في الجناحين الايسر والايمن، فلعيب جوكر حلو قوي انك انت تحصل على هذا اللاعب في سن صغير. ايضا امام عاشور انا بسميه الولد الشقي، ده يقدر الفتره اللي جايه ان هو يقلب الموازين داخل في مركزه وداخل النادي الاهلي، يقدر ان هو يبقى نجم شباك مع كهربا ومع مودست ومع رضا سليم مع حسين الشحات مع بيرسي تاو، والحقيقه كلهم نجوم شباك. فهي هي اصبحت خلاص، الاهلي يمكن عانى من مستشفى الاصابات، عانى من نقص بعض اللاعبين في بعض المراكز، ولكن خلاص بقى اكتفت الامور داخل النادي الاهلي، قدرت انك انت تحصل على الصفقات اللي بتحلم بيها. انا شايف ان الاهلي خلاص ما بقاش حد له حجه بعد كده، او الاهلي نفسه ملوش حجه ان هو يحصل على البطولات اللي جايه. يعني نتمنى ان طبعا الموسم القادم ما يكونش فيه اي اصابات، لكن لا يعني ما فيش موسم لا يخلو من اصابات، لكن بتبقى بقى باعداد اقل. احنا يمكن الموسم مش الماضي، اللي قبل الماضي كنا فعلا بنقول مستشفى الاهلي للاسف الشديد، وده راجع لاسباب كتيره جدا طبعا، لكن الحمد لله الموسم اللي فات الوضع تحسن، نتمنى كان الموسم اللي جاي يكون الوضع افضل بكتير. خليني اروح معاك للتحديات المختلفه بقى موجوده دلوقتي للنادي الاهلي او بتواجه النادي الاهلي تحديدا افريقيا والدوري الافريقي، وشفت القرعه ازاي، وفي نفس الوقت برضو مين المرشح الاكبر من وجهه نظرك حتى هذه اللحظه غير النادي الاهلي طبعا؟ لا ما فيش حاجه اسمها غير النادي الاهلي، ما احنا قلنا النادي، اعتبر ان احنا قلنا النادي الاهلي المرشح الاول. ايوه مع النادي الاهلي ده اللي طبعا انت عشان مقسماها الناس عشان تبقى فاهمه، الدوري الافريقي هو متقسم مستويين او متقسم تصنيفين، التصنيف الاول طبعا في الاهلي، الوداد، الترجي، الانديه اللي هي الكبيره صن داونز طبعا، لكن المستوى الثاني في بترو اتلتيكو، في سيمبا التنزاني، وفي مازيمبي الكونغولي، في هو متقسم مستويين. فالاهلي هيواجه طبعا سيمبا في اول مباراه، عندك طبعا الترجي، عندك الوداد، عندك صن داونز، الاهلي في طريقه صن داونز،
فانا شايف الاهلي وصن داونز ده هيبقى في نصف ده كل مره نهائي. اه ده كل مره خلاص، ده هو بختك يا ابو فريد. لا لو ما جاتش والله في موسم يعني حاسس بحاجه غلط في القرعه غلط هيوحشونا يعني. بالظبط كده نعلل منعك. هو فريق محترم جدا صن داونز، فريق كبير جدا وعملاق في افريقيا. بالعكس لازم انت تنبسط انك تلاقي منافسين يعني يقدروا كده يعني تحس بمتعه المباريات والمنافسه ما بينك وما بينهم. فطبعا الاهلي مرشح في سكته صن داونز، فالناس تبقى فاهمه ان هي خلاص مباريات كاس بخروج المغلوب انت رايح ربع النهائي على طول، هم 8 فرق فبيلعبوا في ربع النهائي اللي هيصل لنصف النهائي. فانا متوقع الاهلي هيقابل صن داونز والوداد هيواجه الترجي، وفي النهايه من ممكن انك تلاقي الاهلي والوداد كلاكيت كوبري كم مره بقى في نهائي الدوري الافريقي. طبعا دي وجهه نظري المتواضعه، الوداد يستاهل الاهلي يستاهل، فمن الممكن تلاقي في شهر نوفمبر ان شاء الله في المباراه النهائيه الاهلي و الوداد. فان شاء الله يكون الاهلي برضو بلاش نقول مرشح تاني، ولكن المباراه النهائيه هيبقى الوداد يعني ممكن يكون على الوداد. كاس العالم للانديه والنسخه الجديده ومشاركه النادي الاهلي فيه مره كمان، واللقاء الافتتاحي الاستهلالي للنادي الاهلي مع اتحاد جده، شايف الماتش ده عامل ازاي؟ لا طبعا ماتش عالمي وماتش كبير جدا. انت بتتكلم في صندوق الاستثمار السعودي اللي بدا ان هو بقى يصرف على الانديه بشكل محترم جدا طبعا. بدا يجيب نجوم العالم بشكل محترم جدا، انظار العالم بتتجه للدوري السعودي. حدث ولا حرج، اتكلم براحتك وقول ان الناس دي بتشتغل على الارض كويس جدا وبداوا ان هم يبقوا نجوم شباك في الدوري، بس يبتدي شويه شغل بقى كده في البنيه التحتيه على راي رونالدو. انا هاخدها من رونالدو اللي قال ان الدوري السعودي يستطيع ان هو يدخل من ضمن الدوريات الكبرى، ولكن يبقى في بعض الشغل على الارض على ارض الواقع في البنيه التحتيه. فطبعا مباراه ولا احلى، الكل هيتابعها، اتحاد جده وكريم بنزيما النادي الاهلي وعملاق افريقيا. فطبيعي جدا انك انت تشوف المباراه، طبيعي جدا العالم كله هيبص ليه كاس عالم الانديه ده، واحد اتنين عشان يشوف اتحاد جده ده وصل لفين، الهلال وصل لفين، الاهلي وصل لفين، الصفقات دي وصلت لفين، فرجونا وعرفونا ايه الحكايه وايه الروايه ايه اللي بيحصل. فطبيعي انها مباراه هتبقى ولا احلى، مباراه الكل هيتابعها. طبعا مباراه مهمه جدا، ما تقدرش تقول مين فائز ومين خسران، طبعا تتمنى الاهلي، طبعا التاريخ ممكن يقف الى صف الاهلي، ولكن في النهايه اتحاد جده فريق قوي جدا وله تاريخ كبير طبعًا. جدا وفي وزاد بعد تدعيماته الاخيره، بعد تدعيمات يعني خطيره، قنابل موقوته في السعوديه، الصفقات الجديده. لكن الاهلي مش جديد عليه ان هو يقابل الفرق الكبير، الاهلي راح لاعب ريال مدريد، الاهلي راح لاعب بايرن ميونخ وقدر ان هو يعمل نتائج محترمه جدا. كل العالم قال شابو للاهلي، سواء كان بيحصل على الميداليه البرونزيه المقعد الدائم للاهلي او حتى لما بيحصل على المركز الرابع، الاهلي بيلاقي احترام الجميع. فطبعا الاهلي عنده 3 شهور بثلاث بطولات، سوبر افريقي، دوري افريقي، كاس عالم الانديه، يعني طبعا مش عايزين نحسد النادي الاهلي، ولكن في النهايه هي دي سمه الكبار، دي سمه الانديه او الفرق اللي معتاده دائما على البطولات. فطبعا كل التوفيق للاهلي، لان في النهايه هو عنده تحديات كثيره وكبيره جدا عشان ترضي طموحات المصريين. هنا مفيش اهلي وزمالك، المفترض يبقى عندك احساس بالفريق اللي بيمثل بلدك، اللي بيرفع علم بلدك لما يروح الدوري الافريقي. او النبي اتكلنا على الحته دي الله يكرمك، لان ساعات بتسقط الحكايه دي من من من, من ناس كتير، بتسقط من ناس كتير للاسف. فكره ان ده سفير لكره القدم المصريه في البطوله، انت لخصتها خلاص كده يا كريم. يعني هو خلينا نبقى واقعيين شويه، هو ده المفروض، بس ده ما بيحصلش يعني، ولو حصل بيحصل بنسبه قليله جدا طبعا، بالعكس البعض بيبقى نفسه ان انت تخسر يعني، ده للاسف. بس خلينا نراهن على الكثير من الناس المحترمه، خلينا مش هنقول ان هم قليلين، خلينا نراهن على الكثير من الناس اللي عندها ادراك وعندها وعي. انا بقعد كتير جدا مع انتباهات مختلفه، مش عايز اقول زمالك بس عشان ما نشخصنش الامور، لا محدش قال حاجه، انتباهات مختلفه جدا يعني. بالمناسبه وزملكاويه كبار بيفتخروا بالاهلي بالمناسبه، وبيقولوا ان الاهلي بيمثلك وسفير فعلا للكره المصريه والافريقيه. جميل. بفرح لما بشوفه بيلعب في كاس عالم الانديه، دي الناس الواعيه. اتمنى طبعا ان خلينا فعلا نقول الناس الواعيه وتفتخر بالنادي الاهلي اللي هو بيمثلك، هذا المنتج المصري الخالص اللي اصبح من طراز اوروبي، لازم تحترمه بس. كلام جميل. طيب انا عايزه بس قبل ما نقفل ملف كاس العالم للانديه، يعني هل احنا ان شاء الله لو عدينا من اتحاد جده نقدر نقول بعد كده الماتشات هتبقى سهله لغايه بقى لو وصلنا باذن الله لمواجهه مانشستر سيتي؟ يعني مش عايزه ادخل قوي في تفاصيل مان سيتي دلوقتي، بس يعني خلينا نقول كده من بره، شايف ان ده ممكن يكون فعلا التحدي الاكبر بعد كده هتبقى مان سيتي؟ بص عايز اقول لك على حاجه، الاهلي السنه دي سقف طموحاته هيبقى عالي جدا. نتمنى. لازم نتمنى. لانه هو مقدم اللي يخلي الجماهير بتاعته تطمع لده.
هو مقدم ده فعلا على الارض. بالظبط دي الحقيقه. يمكن كولر سائق في طموحاته عالي جدا السنه دي. اللعيبه لما بتشوفي ادائها وبتشوفي وشوشها كده والابتسامه والتركيز اللي على وجوههم والاداء اللي بنشوف في الملعب يؤكد لك ان في تركيز عالي جدا وان سقف الطموحات عالي جدا. الجماهير بقى عندها سقف طموحاتها عالي جدا. اداء الاهلي اللي لاحظناه في كاس عالم الانديه الاخير في دوري ابطال افريقيا حتى على مستوى الدوري الممتاز الاهلي عايز يعمل حاجه. كاس عالم الانديه الاخير الاهلي كان يستحق الوصول، الاهلي كان يستحق ان هو يبقى على الاقل في مقعده الدائم، الاهلي كان يستحق ان هو يصل ليه لا للمباراه النهائيه، ايضا مع موسيماني لو نتذكر الاهلي برضو كان يستحق ان هو يصل المباراه النهائيه وكان يستطيع ان هو يصل المباراه النهائيه ولكن لولا سوء الحظ لولا بعض الحسابات من موسيماني، ولكن طبعا. في النهايه الاهلي قادر في هذا او في هذه النسخه ان هو يصل لمان سيتي ونأمل ذلك وعندنا كبير وليس بأقل من مانشستر سيتي. نورتنا يا ميسي والله بجد وإن شاء الله نشوفك على خير مرة تانية بتنورنا دايما حقيقي. ميسي بشكركم وأنا بقول لجماهير الأهلي إن شاء الله الأهلي قادر أنه يرجع بالبطولة وقادر أنه هو يفوز بالدوري الإفريقي وقادر أنه يبقى خير سفير لمصر والقارة الإفريقية في كأس العالم الأندية. نشكرك على وجودك معنا نورتنا كالعادة وإن شاء الله نشوفك على خير قريب. وأكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم على حسن المتابعة. ويك أند سعيد لكل بإذن الرحمن وإن شاء الله نبتدي معكم حلقة يوم الجمعة يوم الحد اللي جاي بإذن الرحمن بالعبارة الشهيرة طبعا صباح النصر بإذن الله. نشوفكم على خير. السلام عليكم.